السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. يسعدني لقائكم اليوم ويشرفني استضافتكم في تنظيم فعاليات ملتقى التوظيف الأول والذي يقيم المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق برعاية وحدة خدمة المجتمع والبيئة. رغبة من إدارة الأكاديمية ورغبة المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق في التواصل مع الخريجين وإيجاد سبل دعم لهم بعد التخرج، نتشرف بدعوة كبرى الشركات العالمية والمحلية لعرض خبراتهم واحتياجاتهم في خريجينا. ومن هنا دعوني أشكر الحضور الكريم الذي لبى الدعوة، ونتمنى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كلمات سيادتكم. والآن مع كلمة السيد الأستاذ الدكتور رئيس وحدة خدمة المجتمع والبيئة الأستاذ دكتور منال يحيى توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. السادة ممثلي الشركات المشاركين في ملتقى التوظيف، السادة أعضاء مجلس الإدارة، السيد اللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس الأكاديمية، السيد الأستاذ الدكتور جودة غانم نائب رئيس الأكاديمية، السيد الدكتور معتز محمود طلبة عميد المعهد العالي للهندسة، السيد الأستاذ الدكتور حسام دسوقي وكيل المعهد العالي للهندسة، السادة خريجين وطلاب كلية الهندسة، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يسعدني أن أرحب بحضراتكم في ملتقى التوظيف الأول الذي يعقده المعهد العالي للهندسة بأكاديمية الشروق، حيث يسعى المعهد لكسب ثقة المجتمع المدني وتعزيز مكانته في المجتمع المحيط، وتقديم الدعم العلمي والتدريب لكافة أطراف البيئة والمجتمع، وتبني ودعم الأنشطة البيئية والخدمية، وإيمانا منه بالدور الفعال لشباب الخريجين في تحقيق التنمية وتفاعلا مع استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء خطة التنمية المستدامة في مصر 2030 التي تعمل على تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم وتحقيق نمو شامل ومستدام يتميز بالتنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة وتوليد فرص عمل لائقة ومنتجة، والتزام بتوجهات الدولة بضرورة الاهتمام بالخريجين وتذليل الصعوبات التي يواجههم في التوظيف لإتاحة الفرصة لهم في المشاركة في بناء الوطن وخدمة المجتمع. تم تنظيم ملتقى التوظيف الذي يهدف إلى ربط سوق العمل بالمعهد سعياً لخلق فرص عمل لائقة لشباب الخريجين. ثانياً، تعريف الطلاب وشباب الخريجين بفرص العمل في سوق العمل وتوفير فرص عمل تتلائم مع قدراتهم. ثالثاً، تعريف الطلاب والخريجين بنوعية المهارات والقدرات التي يتطلبها سوق العمل. رابعاً، توفير فرصة للشركات ومؤسسات الأعمال للتعرف على نوعية المهارات والقدرات والمعارف التي يقوم المعهد بتنميتها لدى الطلاب والخريجين منها. خامساً، توفير فرص واسعة للشركات للإعلان عن نشاطها والوظائف التي يحتاجها. وانطلاقاً من هذه الأهداف، فإن من أبرز مزايا عقد الملتقى هو توثيق العلاقة بين المعهد وسوق العمل الهندسي ليكون نافذة يطل المعهد من خلالها على المجتمع
للتعرف على احتياجاته من المهارات والقدرات المختلفة، الأمر الذي ينعكس على طرق التدريس ومحتوى المقررات الدراسية وتحديثها. كما أن الملتقى يمثل في نفس الوقت نافذة لهذه الشركات للتعريف بنشاطها ودورها في المجتمع، مما يساهم بشكل فعال في بناء الثقة بين شباب الخريجين والطلاب حول دور هذه المؤسسات في خدمة المجتمع. كما أن وقوف الطلاب على احتياجات سوق العمل من مختلف القدرات والمهارات يمثل عنصر دافع لهؤلاء الطلاب لتنمية قدراتهم المعرفية والمهنية، سواء من خلال المعهد أو بصورة ذاتية أو عن طريق برامج التدريب التي يقدمها المعهد في مختلف التخصصات. وفي الختام أشكركم على حسن الاستماع، وتمنياتي لطلاب وخريجي كليات الهندسة بالتوفيق في حياتهم العملية، وأدعو الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير لمجتمعنا ومصرنا الحبيبة. شكرا. والآن مع كلمة السيدة الأستاذة الدكتور عميد المعهد العالي للهندسة أستاذ دكتور معتز طلب. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المشاركين في ملتقى التوظيف الذي يعده المجلس المعهد العالي للهندسة بالشروق، مرحب بحضراتكم. أكاديمية والمعهد العالي للهندسة بالشروق بيعتز جدا بالخريجين اللي هم اتخرجوا من المعهد، وبنفتخر بيهم لأنهم بيمثلوا واجهة الأكاديمية أمام المجتمع، وعشان كده احنا دايما بنهتم بالتواصل معاهم ومساعدتهم للوصول إلى الهدف المنشود في الحصول على فرصة عمل مناسبة ليهم. عشان كده احنا بنتطلع دايما إلى تحقيق الأداء الأمثل للحصول على خريج بمواصفات تمكنه من الحصول على عمل مناسب. علشان كده احنا بنعمل ملتقى التوظيف لتحقيق عدة أهداف. يهمني في البداية ان انا ارحب بخريجنا المتميزين المشاركين معانا النهاردة في ملتقى التوظيف، وارحب بالشركات اللي لبت الدعوة والجهات اللي هي بتدور على تطوير العمل لديها بإلحاق مهندسين متميزين من معهد حاصل على جودة العملية التعليمية على مدار عدة سنوات، والخريجين بتوعه احنا بنعتبرهم من افضل الخريجين على مستوى مصر قاطبة. وبالتالي بشكر السادة رؤساء الأقسام اللي هم سعوا الى خدمة أبنائهم الطلاب والشركات إنهم يعملوا تواصل بين الخريجين وهذه الشركات. وبشكر لجنة خدمة البيئة والمجتمع على المجهود الكبير اللي بذلته في الإعداد لهذا الملتقى، وبخص بالشكر رئيسة اللجنة السيد الدكتور منال يحيى وكل أعضاء اللجنة. وبشكر السادة رؤساء الأقسام، بالإضافة إلى شكر خاص إلى لجنة شؤون الخريجين لمتابعتها للخريجين. وبالتالي بشكر السيد نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ دكتور جودة غانم، وبشكر السيد رئيس مجلس الإدارة السيد اللواء أحمد سيد عبد الرحيم رئيس مجلس الإدارة على دعمهم لينا كمعهد ودعم الخريجين بتاعنا في الإعداد لهذا الملتقى. كل دوت لتحقيق الأسس والقواعد اللي حطها لنا الأستاذ المرحوم محمد فريد خميس، اللي كان دايما بيقول إن احنا عندنا مصنع للرجال. هذا هو معهد العالي للهندسة بالشروق، وبالتالي هذا المصنع عشان نقدر نحكم على مدى جودة إنتاجه لابد إن احنا نشوف المنتج بتاعنا يكون دايما متميز. بعد هذه المقدمة أحب أوضح حضراتكم إحنا ليه بنسعى إلى هذا الملتقى بكل جدية. النهاردة في ظل المنافسة الكبيرة اللي خلقتها الدولة لتطوير منظومة التعليم، ودي إحنا بنشوفها في عدة اتجاهات. أول حاجة إنشاء العديد من الجامعات الأهلية، إنشاء العديد من فروع الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية، وضع خطة لتعليم متميزة للرقي بعملية تعليمية على مستوى مصر كلها اللي بتحطها القيادة السياسية في إطار منظومة مصر 2030 ومنظومة مصر 2052
يبقى بالتالي في ظل المنافسة اللي هتخلقها هذه الجامعات الأهلية والجامعات الأجنبية في مصر، بالإضافة إلى منافستنا لهذه المعاهد، كل دوت بيحطنا إحنا كمعهد عالي للهندسة في الشروق، اللي هو المعهد الوحيد اللي ما زال اللي واخد الجودة من 2017، وهو الوحيد اللي واخد الجودة لحد النهاردة وإحنا في 2021. دوت بيجبرنا إن إحنا نتميز. هنتميز إن إحنا لازم نواكب متطلبات الجودة ومتطلبات سوق العمل. التميز ده بيجينا ازاي؟ تميز ان احنا نشوف النهاردة سوق العمل محتاج ايه من الخريج بتاعنا. الخريج بتاعنا محتاج حاجات كتير لابد ان احنا ندرس سوق العمل عشان نشوفها. اول هذه الحاجات هو ان احنا اعدنا الخريج بتاعنا بشكل ملائم يتناسب مع مسؤولياته اللي هيشغلها، وعدناه بشكل كافي في جوانب الاعداد العلمي والعملي والثقافة العامة، وان هو الخريج بتاعنا عشان نقدر نشغله بيتم الحاقه بوظائف تتناسب مع هذه التخصصات، وان الخريج دوت بيقدر بنعده وهو طالب عندنا في المعهد ان هو ينتظر في العمل ويحترم النظام واللوائح، ودي ميزة الحمد لله الخريجين بتوعنا بيتميزوا بيها، وبيقدر يتعاون في اعداد الاعمال المشتركة، لان احنا كل الاعمال اللي بنعملها في الكلية بتبقى قائمة على تيم وورك، سواء في ابحاثهم وبشغلهم جوه اقسامهم او في ابحاثهم ومشاريعهم جوه الاقسام متبادلة مع بعضها، وان هو بيقدر يبقى عنده قدرة على الابتكار والتجديد، وان هو عنده مقدرة كبيرة على قيادة هذه الافراد، بان احنا دايما بنعودهم على هذه الموضوعات من خلال البرامج اللي احنا بنعملهم والانشطة الطلابية، ويقدروا يقوموا بالاعمال الوظيفيه والمهام الاداريه المتعلقه بيها، وبيقدروا، ودي نقطه بنعتبرها مهمه جدا، انه عنده دايما شعور بالمسؤوليه والاعتماد على النفس. عشان كده دايما احنا بنحاول نطور الخبرات التدريسيه بتاعتنا بحيث انها تبقى اجزاء من الاجزاء النظريه واجزاء من التطبيقيه، وانها بتجمع الاثنين دول مع بعض. كل الكلام دوت نتيجة ثقتنا في خريجينا، احنا محتاجين نشوف جهات العمل بتوظفهم ولا لا، لان احنا رؤيتنا كمعهد ان يصبح المعهد من افضل المعاهد والكليات الهندسية محليا واقليميا، دي الرؤية اللي احنا بنسعى ليها. وعشان كده دوت من طاق هذه الرؤية احنا بقى عندنا رسالة، ورسالتنا واضحة ان احنا بنعمل مهندسين قادرين على الابداع من خلال برامج الاكاديمية المختلفة. هذا الخريج المتميز في تخصصات مختلفة تلبي احتياجات سوق العمل، ونتيجة هذه الرؤية وهذه الرسالة اللي هي ان الخريج يلبي احتياجات سوق العمل، فاحنا بنستطلع رأي جهات العمل في الخريجين بتوعنا عشان نقدر نشوف هم فعلا يقدروا يقوموا بالدور اللي طلبه جهات العمل ولا لا. كل دوت احنا بنعمله لتطوير العملية التعليمية وتطوير خدمة البيئة والمجتمع عشان نقدر نحقق السياسة التعليمية اللي بتحطها لنا الوزارة، والسياسة التعليمية اللي بتحطها الوزارة لتحقيق العملية التعليمية المتميزة في خطة مصر 2030 اللي بترعاها القيادة السياسية. أشكركم على اشتراككم معنا في هذا الملتقى، وهو مش أول ملتقى احنا بنعمله، احنا عملنا عدة ملتقيات قبل كده، بس ده النهاردة نتيجة ظروف جائحة كوفيد 19 اللي بيمر بيها العالم كله، فاحنا بنعمل هذا الملتقى على برنامج التواصل الاجتماعي، نتيجة ان احنا كنا دايما بنفضل ان الملتقيات تبقى موجودة ويبقى في اتصال مباشر بيننا وبين الخريجين، واتصال مباشر بيننا وبين جهات العمل، انما النهاردة ده اول ملتقى احنا بنعمله اونلاين، واتمنى من حضراتكم ان كنتوا تستفيدوا منه زي ما احنا بنسعى للاستفادة منه، بحيث ان كل اطراف المنظومة احنا بنستفيد من تطوير العمليات التعليمية بتاعتنا من خلال استطلاع اراء الخريجين واراء جهات العمل عشان نطور نفسنا، والخريجين بيشوفوا اللي سوق العمل محتاجه عشان يقدر يطلبوا منا كمعهد، وان احنا نعمل لهم دورات تدريبية زيادة لتطويرهم بعد ما يتخرجوا عشان نقدر ان احنا
نطورهم لسوق العمل، وجهات العمل والتوظيف انها تقدر تلاقي خريج متميز تقدر تعمل معه. اشكركم مرة تانية وشكرا شكرا شكرا. والان مع كلمة السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق أستاذ دكتور جودة غانم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في الملتقى التوظيفي للمعهد العالي للهندسة بأكاديمية الشروق. في البداية بحب أشكر أولا السادة المشاركين في هذا الملتقى من خارج الأكاديمية اللي هم المهتمين بسوق العمل، سواء شركات أو مكاتب استشارية أو بيوت خبرة، فاحنا بنسعد بيكم دائما، وطبعا يعني سعداء لهذا التواصل مع المعهد العالي للهندسة. وفي نفس الوقت بشكر السيد الأستاذ الدكتور عميد المعهد والوكيل ورؤساء الأقسام القائمين على هذا الملتقى على المجهود اللي هم بذلوه والتواصل مع الشركات وبيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية. طبعا احنا في إطار خطة الأكاديمية لربط العملية التعليمية بالسوق، سواء السوق المصري او بالسوق الخارجي، فاحنا بنسعد ونهتم تماما بان احنا يبقى في خدمة تقوم بيها سواء المعهد او المعاهد الاخرى في الاكاديمية في خدمة المجتمع والتعرف على المشاكل اللي موجودة في المدينة اللي احنا فيها او المدن المجاورة، وفي نفس الوقت ان احنا عايزين نعرف ايه المهارات المطلوبة للطالب اللي هو محتاجها للتخرج، وبالتالي هنا مهم قوي يحصل هذا التواصل بحيث انه قبل ما بندور على فرصة عمل للطالب بندور على ان احنا نكسب الطالب المهارات المطلوبة للسوق المصري للتواكب مع التقدم اللي بيحصل، وبالتالي يبقى الخريج بتاعنا خريج جاهز للعمل في السوق المصري مباشرة، خاصة ان احنا الحمد لله عندنا سمعة كبيرة وخريجينا ليهم سمعة كبيرة في السوق المصري، فاحنا عايزين نحافظ على هذه السمعة وبحيث ان يبقى في تواصل دائم مع السوق المصري متمثلا في حضراتكم موجودين معنا. وفي النهاية انا بشكر القائمين على العمل وبشكركم جيدا، وان شاء الله نلتقي مرة أخرى في ملتقى آخر للتوظيف. شكرا. والآن مع كلمة السيد الأستاذ الدكتور اللواء أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم جميعا في هذا الملتقى الخاص بالتوظيف واللي بينظمه المعهد العالي للهندسة بالنيابة عن جميع معاهد أكاديمية الشروق. أولا برحب بالشركات والمؤسسات اللي هي شاركت معنا في هذا الملتقى، ودي بادرة طيبة منهم عشان خاطر خلق أوظاف خلق وظائف لأبنائنا. وزي ما حضراتكم عارفين بيسهل مهمتنا أن جميع المعاهد بتاعتنا اللي هي خاصة بأكاديمية الشروق كلها معاهد معادلة وحصل على اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة، فإذا الخريج بتاعنا سمعته سبقاه لأنه خارج من مؤسسات كلها واخد اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة. فأنا برحب بيكم في هذا الملتقى ووجه كلمة لأبنائنا الطلاب وأقول لهم أن هذا الملتقى والملتقيات الأخرى اللي هتتنظم إن شاء الله الغرض منها خلق فرص ووظائف ليكم عشان خاطر أنتوا تستحقوا ذلك لأنكم بذلتوا مجهود ومتخرجين من مؤسسة عريقة معترف بها من جميع الجهات في الدولة، وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق في الملتقى وأشكركم على مشاركتكم. شكرا.
أسعد اليوم بهذه الملتقى التوظيفي، لذلك دعونا أكثر من شركة وأساتذة لهم خبرة في هذا المجال. وأود أولا أن أوضح الرؤية الخاصة بقسم الهندسة الكيميائية، وهي الالتزام بالجودة الشاملة في التعليم والبحث العلمي، وتتطلع إلى ريادة في تدريس علوم الهندسة الكيميائية والصناعات البتروكيميائية، ليصبح المعهد من أفضل المعاهد والكليات محليا وإقليميا. أما رسالة البرنامج الخاص بقسم الهندسة الكيميائية، تسخير القدرات والجهود لبناء وتدريب وتأهيل مهندس كيميائي بشكل احترافي. أهم حاجة في رسالة البرنامج تسخير حتى عشان نذكر أن القسم له رؤية وله رسالة وله هدف، ورؤية القسم التزام بالجودة الشاملة في التعليم والبحث العلمي، وتطلع إلى الريادة في تدريس علوم الهندسة الكيميائية والصناعات البتروكيميائية، أن يصبح المعهد من أفضل المعاهد والكليات محليا وإقليميا. أما رسالة البرنامج فهي تسخير القدرات والجهود لبناء وتدريب وتأهيل مهندس كيميائي بشكل احترافي، وإجراء البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة في الهندسة الكيميائية وتطبيقات العلوم. بالإضافة إلى هذا، إعداد مهندسين قادرين على الإبداع من خلال برامج الأكاديمية المختلفة، وتخريج مهندسين من تخصصات مختلفة تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل. كما أحب أن نعطي لفتة عن تطوير البحث العلمي ليتكامل مع متطلبات الصناعة والمجتمع المحلي. أما بالنسبة للهدف من هذا البرنامج قسم الهندسة الكيميائية، تنمية قدراء أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة، دعم البحوث التطبيقية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، تنمية الشراكة الفاعلة مع المؤسسات البحثية محليا وعالميا، التطوير المستمر لمحتوى البرنامج، التزام بأخلاقيات المهنة والقيم الجامعية. ولذلك بناء على هذا، حتى نرفع من مستوى القسم، لجأنا إلى الاستعانة بأساتذة متخصصين قد يكون لنا الحظ اليوم في إعطاء محاضرات على هذا المنهج. وكان منهم أستاذ دكتور سعيد النشائي، وأستاذ زائد الهندسة الكيميائية والكيميائية الحيوية جامعة كولومبيا البريطانية كندا، أستاذ زائر الهندسة الكيميائية جامعة مكسيكو الجديدة التكنولوجية الولايات المتحدة الأمريكية، أستاذ كورس التنمية المستدامة جامعة ولاية بنسلفانيا الولايات المتحدة الأمريكية سابقا، أستاذ الهندسة الكيميائية جامعة أوبرن ألاباما الولايات المتحدة الأمريكية سابقا، أستاذ الهندسة الكيميائية جامعة القاهرة مصر سابقا، أستاذ الهندسة الكيميائية جامعة الملك سعود الرياض المملكة العربية السعودية سابقا، أستاذ الهندسة الكيميائية جامعة أمير ماليزيا كوالالمبور ماليزيا سابقا. أتعشم أن نسعد اليوم بمحاضرة الله. كما استعنا وأستاذ دكتور في هيئة المواد النووية، أستاذ الدكتور محمد سيد عبد الغني أستاذ الهندسة الكيميائية. كما استعنا أيضا بأساتذة متخصصين ومن ذوي العمل في مجال الصناعة، وهم أستاذ الدكتور أحمد حمدي أحمد أبو الحمد عبد النبي،
هو مهندس باحث في المركز المتحد للبحوث النوويه بموسكو، كما استعنا بالمهندس او المدرس المساعد احمد يونس البطريق بهيئه المواد النوويه، استعنا بالمدرس المساعد عمرو احمد رفعة طويه هو مدير تنفيذي بشركه ابو زعبله الاسمده والصناعات الكيماويه، كما اضفنا مدرس مساعد هيا محمد السيد باحث مساعد جامعه زويل. هذه النخبه لا تمثل فقط، بل هناك كثير منهم ممن تخرجوا من هذا القسم، قسم الهندسه الكيميائيه بمعهد العالي هندسه بالشروق، ولهم دور باعث، لهم دور كبير في هذا المجال. ولا انسى منهم محمد عصام عادل باحدى شركات البترول، المهندسه هرمينا بشركات البترول، المهندس احمد دياب، وكلهم معظمهم حصلوا على مدرس مساعد بالاضافه انهم يعملون في شركات الصناعه. واود ان الفت الانتباه انني اشكر الاداره جميعا، وقد بدات برؤيه القسم، لكن اشكر السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الاداره احمد عبد الرحيم، الاستاذ الدكتور جودة غانم نائب رئيس مجلس الاداره، الاستاذ الدكتور معتز طلبه عميد المعهد، الاستاذ الدكتور حسام ابراهيم الدسوقي وكيل المعهد استاذ الهندسه الكيميائيه، والذي بذل جهدا كبيرا ولا يتفانى في بذل الجهد من اجل القسم من حيث شراء الاجهزه بالقسم عن طريق الاداره، وفعل هو والاداره عملوا شغل جامد او عملوا بذلوا جهد رهيب. كما اود ان انوه الى الزملاء بالقسم، الدكاتره الاستاذ الدكتور استاذ مساعد الدكتوره غاده احمد ادري، الدكتور هيثم احمد عبد الصمد، الدكتور مصطفى حسنين، الدكتوره هبه علي عبد الجواد، الدكتور حازم ابراهيم بن داري، الدكتور علي محمد علي، والهيئه المعاونه مهندسه رحاب متولي، المهندسه ندى رجب. ولا اقدر ان اقلل من الجهد المبذول من المهندسي المعامل، المهندسه اسماء خالد، المهندسه الاء عبد اللطيف، المهندسه كريمه، لما بذلوه من جهد للقسم وليس للمؤتمر، بل هم بيتعاونوا باستمرار من اجل مصلحه القسم. ولذلك اتمنى ان يوفقهم الله ويوفقنا جميعا، ونشكر كل من هو يساهم في دعم القسم. ولذلك وننوه ايضا انه من مصلحه القسم ومن الجهود التي بذلتها الاداره مع السيد الدكتور وكيل المعهد لبذل شعبه البتروكيماويات هذا القسم الجديد الذي يفتح افاق واسعه من اجل نهوض بالقسم والوصول الى ما نهدف اليه. ولذلك بدانا بتخصصات الطاقه النوويه اخرى برضو، عشان المفروض المهندس كيميائي في النقابه بيطلع له هندسه كيميائيه ونوويه، فاستعنا بخبراء واساتذه من هيئه الطاقه النوويه اعتبارا من الترم الحالي ومتخصصين يلازموا الحضور. استعنا، اذكر ان الكل تعاون واذكرهم بكل خير، قد انسى احدهم لكن لا انسى ما بذلوه وكل من تخرج بالقسم لصالح العمل. ولذلك اننا سعيد جدا بهذا الملتقى، واوجههم ان احنا دي هذه بدايه، على امل ان تكون هناك لقاءات اخرى، وان تكون الاتصال الفعلي بهؤلاء المهندسين واولئك الاساتذه واولئك المعاونين في جميع الشركات وفي المعاهد العلميه
ولذلك أسعد بكم جميعا، وفقنا الله إلى ما فيه الخير لنا ولأمتنا الحبيبة مصر. السلام عليكم، معاكم الدكتور مصطفى حسنين قسم الهندسة الكيميائية. أحب أعرف وأقدم أستاذ دكتور محمد سيد عبد الغني، أستاذ بهيئة المواد النووية، وهو النهاردة إن شاء الله بإذن الله هيتكلم معاكم مباشر عن موضوع مهم جدا، موضوع التلوث الإشعاعي، آثاره وأسبابه وحلول التحكم في التلوث ده، وإيه المتطلبات اللي مطلوبة من الخريج للي هيعمل منكم في مجال هندسة الطاقة النووية أو هندسة الطاقة الذرية. تفضل أستاذ دكتور محمد سيد عبد الغني، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. أحب في الأول أشكر إدارة الأكاديمية لهذا المشاركة مني مع حضراتكم، وأتمنى يكون الموضوع اللي هنعرضه النهاردة مفيد للطلبة. معكم أستاذ دكتور مهندس محمد سيد عبد الغني، هيئة المواد النووية، وأنا مرشح من إدارة الكلية لتدريس كورس النيوكلر لطلبة الفرقة الثالثة. أنا حضرتكم أستاذ في الهندسة الكيميائية، خريج جامعة المنيا، وحاصل على ماجستير ودكتوراه من جامعة القاهرة، وحاليا أستاذ في هيئة المواد النووية في معالجة الخامات النووية. التاسك بتاع هيئة المواد النووية إجراء المسح الشامل لتحديد مناطق تواجد الخامات النووية والمشعة على مستوى الجمهورية كلها، إجراء البحوث والدراسات والتجارب للكشف والتنقيب عن الخامات ذات الأهمية في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، استخراج الخامات النووية وتصنيعها وإعدادها للاستخدام وتنظيم تداولها واستيرادها وتصديرها واستخداماتها، آخر حاجة اقتراح السياسة العامة للدولة ووضع الخطط في مجال المواد النووية ومتابعة التطور العلمي في مجال هذا الاختصاص. في هيئات أخرى غير هيئة المواد النووية، من التاسك بتاعها متابعة ومراقبة التداول والتعامل معها والتخلص من المواد المشعة بعد طبعا ما يكونش لها استخدام. هذه المراكز والهيئات تعمل وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن. أهم هيئة هي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ودي لسه منشأ بها قرار حديثا، وهي منوط إليها الرقابة على كل النشاطات النووية في جمهورية مصر العربية. معامل المراكز الحرة وإدارة المخلفات، ودي منوط إليها لو في أي حاجة موجود فيها إشعاع وليس له استخدام ومطلوب التخلص منه، فيتم التخلص منه عن طريق هذه المعامل الحرة وإدارة المخلفات. وهذه المعامل الحرة تابع لها محرقة خاصة بالنفايات الصلبة محافظة النشاط. طبعا نقول بعد كده ان المخلفات النووية غير قابلة للمعاملة الكيميائية او البيولوجية او اي حاجة، ولكن احنا بنتكلم على الحرق هنا لو في حصل تلوث لاي اشياء خاصة بالورق وقماش، خاصة بالبلاستيك، اي حاجة عشان تقليل الحجم بتاع المادة الملوثة، بحيث نقدر نتعامل بعد كده في عملية التخلص من هذه المواد. من طمن طبعا حضراتكم ان بتوجد شبكه رصد اشعاعي موحد على مستوى الجمهوريه، هذه الشبكه بتغطي جميع انحاء الجمهوريه بما فيها الحدود البحريه الدوليه لجمهوريه مصر العربيه، فاحنا كده ان شاء الله رب العالمين امنين من اي اختراق اشعاعي من اي دوله تيجي ترمي اي مخلفات في اي مكان بدون علم اي حد. فالشبكه دي بترصد اي وجود اشعاعات غريبه غير الاشعاعات الموجوده الطبيعيه. القضية الرئيسية طبعا في موضوع النفايات النووية هي ان هذه النفايات لا يمكن تحللها او معالجتها كيميائيا او بيولوجيا، ودي تكمن الخطورة فيها. وعارفين حضراتكم يمكن موضوع الاشعاع بياخد فترات تصل الى الاف السنين قبل ما يفقد الاشعاع بتاعه، فعشان كده لابد ان يتعامل معاه بطريقة خاصة عشان يكون امن عبر هذه الفترة الطويلة من الزمن. اسباب التلوث الاشعاعي، طبعا في اشعة كونية وفي أشعة صادرة من المصادر اللي هي العناصر المشعة اللي موجودة في الطبيعة،
واللي موجوده بالقشره الارضيه زي البوتاسيوم 40، الريديوم 224، الرادون 222، الثوريوم، اليورانيوم، اليورانيوم بشقي اذا كان 235 او 238، وكمان الكربون 14. من ضمن اسباب التلوث اجراء الاختبارات في على الاشعاعات في المعامل. عارفين حضراتكم ان في الاشعاع دوت لديه كثير من الخصائص المثيره للاهتمام، مما شجع كثير من العلماء على اجراء اختبارات لمعرفه المزيد عن هذه الاشعاعات واستخدامها للاستخدام المفيد، لان الوقت حاليا بيستخدم هذا الاشعاع في لعلاج الامراض السرطانيه كما هو علاج كما هو الحال في علاج اللي هو اللي بيسموه الكيموثيرابي. طبعا ده بيمنع نمو الخلايا السرطانيه وكذلك الحفاظ على قوه الجهاز المناعي للجسم. طبعا هذه الابحاث بتخلف جزء من المخلفات المشعه. استخدام برضه النظائر المشعه لصنع اجهزه كشف وفي الانشطه الصناعيه الاخرى، دي برضه ممكن بعد انتهاء الاستخدام بها بتمثل خطر لابد من معالجته. في صناعات قائمه على تعدين ومعالجه المواد النوويه زي شغل هيئه المواد النوويه الحالي، والتي تؤدي لنقل هذه المواد من تحت الارض الى سطح الارض. هذه الحاله بيبقى في نسبه احتمال تلوث. ممكن انسكاب مواد كيميائيه مشعه. سادس حاجه التعامل مع النفايات النوويه تخلص منها كمواد الناتجه من المحطات النوويه او معالجه البلوتونيوم والنظائر المشعه الاخرى بين المستشفيات والمختبرات، وتصنف هذه المواد المشعه الى مستوى عالي هاي راديو اكتيف ومتوسط ومنخفض لو اند ميديوم راديو اكتيف ماتيريال، او مواد ذات اصل يورانيومي يعني ذات اصل من اليورانيوم اساسا. طبعا الحاجه طبعا الحاجات اللي فات دي ممكن تكون موجوده عندنا في مصر، بس الحاجات اللي هي اللي جايه دي طبعا مش موجوده عندنا هنا، زي مثلا حدوث حواس نوويه من محطات توليد طاقه نوويه، ودي حصلت على مستوى العالم في الفترات الاخيره من سنه 76 لغايه 2011 في ثلاث دول عظمى زي امريكا وروسيا واليابان. وطبعا دي كانت سببت مشاكل رهيبه وكم تلوث رهيب، وكان ده دور الهيئات اللي هي اللي عندنا اللي هي مراقبه اللي هي الاشعاع في مصر، ان كان في شحنات بتيجي باستيراد والبان واغذيه ومشعه نتيجه هذه الحوادث، وده كان دور الهيئات الرقابيه هنا في مصر ان هي منعت من دخول هذه الاشياء وصادرتها وقامت بدفنها بمعرفتها. طبعا استخدام الاسلحه النوويه كاسلحه للدمار الشامل ده بيعمل نوع من انواع التلوث الاشعاعي. واخر حاجه برضه مرتبطه بالابلاغ هي انتاج الاسلحه النوويه. ايه بقى الراديو اكتيفيتي اللي بتسببه؟ بتسبب طفرات جينيه في جسم الانسان او اي كائن حي نبات او حيوان او انسان، بتسبب كثير من الامراض وخاصه الامراض السرطانيه، بتاثر على النباتات وممكن تسبب ما يسمى عقم التربه، بتدمر بتؤدي لتدمير الخلايا، بتؤدي الى حروق في الجلد وتسبب ما يسمى سرطان الجلد، بتؤثر على الحياه البريه والحياه البحريه في نفس الوقت. ايه بقى الحلول المقترحه للسيطره على اي تلوث اشعاعي؟ طبعا اتباع الطرق الصحيحه للتخلص من النفايات المشعه، وضع ملصقات مناسبه على المصادر المشعه اثناء تداولها، حظر التجارب النوويه، التخزين السليم لهذه المواد المشعه، ممكن لو في احتماليه اعاده استخدام زي الوقود اللي طالع من المفاعلات النوويه، طبعا ده بيعاد استخدامه مره اخرى، فطبعا في فرصه لاعاده الاستخدام. اخر حاجه الاحتياطات على المستوى الشخصي، ان كل شخص يتبع الطرق الوقايه المناسبه من هذا التلوث الاشعاعي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي الطرق العاديه، لو الماده المشعه محفوظه ونسبه الاشعاع اللي صادر منها في الحدود المعقول فبيتم تداوله يدويا، ولكن اذا كانت الاشعاع عالي زي مثلا الوقود اللي هو مستنفذ اللي طالع من المفاعلات النوويه، طبعا ده لا يمكن التقرب منه، وزي ما حضراتكم شايفين ان بيتم التعامل به من عن بعد بنظام الكنترول او الروبوت. ازاي بقى نتخلص من هذه النفايات المشعه؟ إذا كانت هذه النفايات المشعة ناتجة من عمليات التنجيم، فهذه الحالة بنرجع الخامة لأصلها اللي احنا خدناه منه ونبتدي نردم على هذه البتاع ونعمل عملية زي ريستريكتد اريا وتمنع الحركة في هذه المنطقة ما عدا الناس اللي هم بيتابعوا حركة المواد المشعة في هذه المنطقة. إذا كانت المواد المشعة عالية الإشعاع
زي النتجه من المفاعلات النوويه وما شابه، فبيتم دفنها بهذا الوضع بعد ما بيعمل لها عمليه تخزين في براميل وما شابه، وبيتم دفنها في هذه الحفر العميقه بحيث يتم لما تتملي الحفره يبتدي يتردم عليها، في هذه الحاله يبتدي الاشعاع يقل. طبعا زي ما اتفقنا ان الخيارات الوحيده، طبعا ما فيش معالجه كيميائيه ولا معالجه بيولوجيه ولا اي معالجات اخرى، فالخيارات الوحيده هي احتواء المخلفات المشعه دي في حاويات مغلقه باحكام، ويتم تكون محميه بمواد واقيه من الاشعاع زي الرصاص او الخرسانه الثقيله او السميكه، او في بعض الاحيان لو الاشعاع مش عالي قوي ممكن يتم تخفيفها. برضه في اماكن اللي هي اماكن نائيه او اماكن غير اهله بالسكان، في كهوف برضه او مناجم ملح مهجوره، دي ممكن برضه يتم فيها تخزين فيها المواد المشعه اللي هي شديده الاشعاع وما لهاش استخدام. طب لو عندي محاليل بقى تريتمنت اوف ليكويدز من ايه الناتجه من المصانع معالجه خامات اليورانيوم او الخامات المشعه وما شابه. طب هذه المحاليل بيتم اول حاجه زي في اسيديتي او الكالينيتي بيتم معالجتها اولا. ثاني حاجه بيتم عمليه استخدام رتنجات مختلطه بيسموه ميكسد بيت ايون اكستشينج ريزن، دي بتعمل لها عمليه دي ايونيزيشن. اخر حاجه بيتم صرف هذه المياه في ليكس اوبن ليكس، دي بيتم عمليه التبخير تماما لهذه الميه لان لا يمكن استخدام اعاده استخدام هذه الميه، فالحل الوحيد انه يتم عمليه التبخير لهذه الميه ويتم عمل ليكس امنه بحيث لا تصل الى المياه الجوفيه او تكون بعيده عن المياه الجوفيه. ثاني حاجه طبعا اهم واكثر حاجه في هذا الموضوع ان هو دلوقتي في غاز الرادون بيكون ناتج من نواتج هذه المواد المشعه، وهذا الغاز الرادون قابل للذوبان في الميه، وطبعا في منتهى الخطوره ان يتم وصول هذا الغاز الى مصادر المياه الشرب او المياه الجوفيه. شكرا، واتمنى يكون الموضوع مفيد لكم، وده مجالات كتيره جدا جدا في الاستخدامات النوويه، وان شاء الله رب العالمين يكون في فرصه لاولادنا الطلبه ان هم يشتغلوا في احد المجالات اللي ان شاء الله مصر داخله فيها بقوه الايام دي بعد ما القياده السياسيه قررت انها تبتدي في عصر المفاعلات النوويه لانتاج الطاقه لتوفير الكهرباء، ودي من اهم الاستخدامات السلميه للطاقه الذريه، ودي هتفتح مجالات كتيره جدا للشباب ولجميع الناس انها تشتغل في مجالات كتيره واسعه. اتمنى لكم التوفيق وشكرا. السلام عليكم. ومعانا دلوقتي باشمهندسين، معانا الباشمهندس والدكتور احمد يونس البطريق، هو مهندس مدرس مساعد بهيئه المواد النوويه، وعلى انتهاء ان شاء الله باذن الله في المراحل الاخيره من الدكتوراه، وهو احد خريجي الاكاديميه هنا عندنا، وكان من المهندسين المتميزين جدا 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 عندنا، وكان من اوائل الدفعات لدرجه ان هو اشتغل معانا هنا فتره، وبعد كده بقى ابتدى يتجه لمجال هيئه الطاقه النوويه وابتدى يعمل دراسات عليا، وانا اعتقد ان هو هيتكلم معاكم افضل عن المجالات وعن إدارة المخلفات الصلبة وعن المواصفات المطلوبة للخريج إن شاء الله بإذن الله. والمايك مع حضرتك يا دكتور أحمد، اتفضل. شكرا يا دكتور مصطفى على اللقاء دوت وعلى المؤتمر اللي الأكاديمية حضرته، وفرصة سعيدة لنا أتلاقي بس أساتذتي الناس اللي اتعلمت على أيديهم من الدكتور حسن وأساتذة والدكاترة الموجودين في القسم، وشرف لي أن أتلاقي معاكم. أنا هقدم نفسي، أنا الدكتور أحمد البطريق خريج القسم الهندسة الكيميائية دفعة 2008، طلعت الأول على الدفعة تراكمي، اتعينت معيد في الشروق، ثم ربنا كرمني باني تعينت بعد كده جالي معيد في هيئه المواد النوويه. عملت طبعا انا ما كنتش عايز اسيب القسم، انا بحب التدريس برضو وما اقدرش اسيب اساتذتي اللي علموني وفضلت معاهم، وكان شرف ليا ان انا اكون تلميذ تحت ايديهم يعني. فبس فضلت اشوف المجال بره، سوق العمل ماشي ازاي، هل القسم شغال بره ازاي،
اعرف افعل الشغل الاكاديمي ده بالشغل العملي بره، واعمل كونتاكت ما بين الهندسه الكيميائيه والعمل السوق بره عامل ازاي. فانا بفضل يعني اشوف ايه، ما بقاش حياه اكاديميه 100%، هي الحياه العمليه ممتعه جدا سواء انت لو حابب القسم اللي انت داخله. لذلك انا دخلت قلت اخش سوق العمل في الهندسه الكيميائيه، وبالتالي اتعرضت لمشاكل كتير في سوق العمل، في ومن غير ان انا طبعا اتاسست طبعا في القسم بنخبه من الاساتذه والكبار في هذا القسم الكيميائيه، ما كنتش انا عرفت اتقدم ولا اوصل للمرحله اللي انا وصلت لها. فضل الله انا وصلت لدرجه كويسه جدا من الدرجه العلميه، وقربت اناقش الدكتوراه، غير اللي انا ماسك رئيس تنفيذي لمشروع معالجه الخامات الحراريه في هيئه المواد النوويه، وعضو المكتب العلمي، وغير اللي انا عضو كمان مشروع اسمه معالجه اللي هو تقييم الاثر البيئي. ليه اشتغلت في المناصب دي كلها في مكان واحد؟ عشان انا خريج المعهد العالي للهندسه بالشروق، وعشان اكاديميه الشروق، وعشان بتاسس الطلبه كويس جدا، بتطلع طالب محترم يكون عنده هدف في الحياه، اللي هو طبعا المستوى بتاعه ده هيعود على المكان في سوق العمل، وطبعا هيعلي السهم بتاعه في سوق العمل بره. بالنسبه بقى ليه بقى لما اشتغلت المناصب دي، لان انا طبعا اشتغلت على نفسي، غير اللي هو الدراسه البيزنس اللي انا خدتها اشتغلت على نفسي، سواء كورسات سواء حاجات انا ما كنتش عارفها عرفتها. المشاكل هي بقى تجي لي وانا احاول احل المشكله عن طريق الانفورميشن او العلم. عن طريق المعلومات اللي انا الداتا اللي عندي بقيت احل المشكله. من ضمن الحاجات هندي هيد بسيط كده، علاقه المهندس الكيميائي، هي عنوان المحاضره اداره المخلفات الصلبه، وانا تعرضت لها برضو في الشغل غير تخصصي، مجال تخصصي، بس تعرضت لاداره المخلفات الصلبه. ثانية واحدة بس هجيب الباوربوينت عشان أبدأ أشرح الماتيريال اللي أنا جايبها معايا. شكرا جزيلا على انتظاركم. المادة اللي أنا هشرحها النهاردة دي إدارة المخلفات الصلبة. طب إيه علاقتها إيه بالمهندس الكيميائي؟ المخلفات الصلبة دي عاملة مشكلة طبعا بيئية على مستوى الجمهورية، وعلى مش على مستوى الجمهورية، على مستوى العالم، وبدأ العالم يحذر بالمشكلة ديت. وطبعا اثارها الجانبيه كانت فخمه طبعا كبيره جدا، لانها اثرت على المناخ واثرت على صحه الانسان وعلى البيئه بشكل عام، لان الانسان غيرها من غير ما يعرف يدير المخلفات الناتجه نتيجه الصناعه. احنا كل العالم كله والتكنولوجيا والصناعه اللي الناس دخلت فيها دي كلها ما كانتش واخده بالها ان في حاجه اسمها الويست او مواد او نفايات خطره بتطلع من المانوفاكتشر اللي موجود معانا في الصناعه. فبداوا ياخدوا بالهم من النقطه دي، ان احنا لازم بعد كل صناعه لازم نعمل حاجه اسمها وحده معالجه المخلفات او المواد الصلبه. وطبعا مين اللي هيعمل الوحده دي، ومين عنده الداتا، ومين عنده المعلومات، ومين عنده البيزس اللي هو يقدر يعمل ديزاين لبروسيس يعالج. فبداوا يتعرضوا لمشكله سواء في مصر او بره، ان هم محتاجين تخصص اسمه مهندس كيميائي. مهندس كيميائي اللي كتير ناس كتير مش عارفاه ان هو ده رابط ما بين ان انت تعمل الشغل في المعمل وتطلع منتج، او تقدر تحل مشكله في المعمل، وبالتالي حليت المشكله. طب انت هتنفذها في ارض الواقع على سكيل كبير ازاي؟ لازم المهندس الكيميائي بالدراسات اللي خدها في الكليه بتاعته او عن طريق الكورسات يعمل ديزاين او يعمل اب سكيلنج للشغل بتاع اللي هو ايه المعمل، عن طريق ان كل حاجه بتكبر، كل الايكويبمنت اللي درسها سواء ديستليشن تاور، ابسوربنت تاور، ريبويلر، الحاجات الفيزل ديزاين، كل الحاجات كنترول، كل الحاجات اللي درسها يقدر يستخدمها في اللي درسها في الكليه او في القسم، يقدر يستغلها في اللي هو يقدر يعمل ديزاين. وانا بالتالي استفدت بالحاجه دي كويس جدا، لان اتعرضت لحاجه ما كانتش اتعرضوا ليها، مش عارفين يحلوا المشكله عندنا كانت بيئيه في هيئه المواد النوويه. وطبعا عشان ياخدوا تصريح الامان النووي، وياخدوا تصريح وزاره البيئه عشان يقيموا مشروع وحده انتاج اليولو كيك او اليورانيوم،
وزاره البيئه، لان المكان اللي فيه الماده الخام المكان ده محميه طبيعيه في وادي الجمال في منطقه اسمها منطقه ابو رشيد. منطقه ابو رشيد ديت في محميه طبيعيه، وزاره البيئه هاجت على الهيئه عندنا قالت طب احنا نحل المشكله، لازم نعمل دراسات ولازم نعمل ديزاين، وهوريكم استغلت ازاي قسم الهندسه الكيميائيه في وعن طريق والبحث العلمي ان انا احل المشكله واكبر البروسيس دي بالصوره اللي انتم شايفينها زي دي كده. البروسيس دي دي الوحده المفروض انتاج اليلو كيك. الماده دي مشعه، عشان ننتج الماده المشعه في محميه طبيعيه فابو رشيد هيحصل ايه؟ مشاكل كبيره جدا، اثار طبعا زي الدكتور محمد سامي غني قال لنا الاشعاع النووي واثاره الجانبيه على الانسان وعلى البيئه، وطبعا دي محميه طبيعيه وفيها اماكن سياحيه، فلازم المشكله مهندس الكيمياء هو اللي حلها في الاخر. عملت يونت فوق اهي فوق الوحده، وانا اللي عامل الوحده دي كلها برضو وعامل لها ديزاين. انا كمهندس كيمياء عملت الوحده الانتاج وعملت حل المشكله اللي طالعه من الانتاج بتاعي الويست بتاعي، اللي هو سواء المشكله دي سوليد اند ليكويد ويست تريتمنت، المعالجه السائله والمعالجه الصلبه، بحيث ان هو يدينا في الاخر راسب هنا غير طبعا غير مضر للبيئه ولا للانسان ولا طبعا للمياه الجوفيه اللي موجوده تحت تحت الارض. يبقى المهندس الكيميائي وظيفته اتعلمت ان انا عامل الديزاين من A to Z اللي انتم شايفينه ده نتيجه محصله العلم انا اخذته في قسم هندسه الكيميائيه في الشروق والاساتذه المحترمين اللي تلمست على تحت ايديهم يعني. فده كان فكره بسيطه عن وظيفه الهندسه الكيميائيه، ان هو يقدر يعمل اي حاجه، شغال في الصناعه، شغال تقييم اثر بيئي، شغال في اي حاجه خاصة بالبروسيس او التريتمنت او مانيفاكتشر او اي شيء خاص اللي هو يربط من سمول سكيل لارج سكيل، يطلع منتج بيبقى دارس كل اللي هو الميكانيكال ديزاين والفيزيكال ديزاين والكنترول واليونت اوبريشن، بس هو الشاطر بقى اللي يقدر يعمل كونتاكت اللي هو ترابط ما بين المواد دي كلها عشان يطلع بروسيس في المنظر اللي انتم شايفينه ده في الاخر. واديكم فكره بسيطه عن اللي هو ازاي اداره المواد، هي دي المخلفات. مقدمة المحاضرة هي عبارة عن مقدمة في أمن وإدارة المواد والنفايات الكيماوية الخطرة. يعني أنا إزاي أدير وأمن نفسي وأخلص من المواد والبتاع ده وإدارة المواد والنفايات الخطرة دي. والهدف من هنا الهدف أول حاجة أعرف إيه هي الأول كمهندس كيميائي أو أي حاجة هتشتغل عليها او هتعمل لها بروسيس او تريتمنت، تعرف ايه هي المواد والنفايات الخطره دي. طبعا المواد الخطره كتيره جدا، تعرف الخصائص بتاعتها قبل ما تشتغل، تعرف السبب في الاخر، وبعد كده الوصف دوت يدعونا الى اداره هذه المواد بالشكل الملائم. ودي امثله وصور مختلفه عن جميع الصناعات، يعني هنا مخلفات نووية، مخلفات زراعية، مخلفات صناعية، مخلفات اللي هي جاية من البلدية، مخلفات اللي هي الصلبة اللي جاية من استخدام الآدمي، في هنا مخلفات بحرية، في مخلفات كيميائية، دي صور مختلفة. طب مين هيخلص من المشاكل دي كلها غير لما يكون في مهندس كيميائي شاطر يقدر يعمل بروسيس أو معالجة بحيث ان هو يعمل لها ريسايكلينج أو يعمل ليميتد للحد من هذه المخلفات الصلبة. هنخش على تعريف ايه هي، طبعا عشان ما اطولش عليكم هنقول بصوره سريعه كده ايه هي الماده الخطره او هي المخلفات الخطره دي. هي ماده تشكل خطرا طبعا على الصحه وتاثر على البيئه، وطبعا تكون هذه المواد الخطره يا اما متفجره يا اما غازيه يا اما قابله للاحتراق يا اما سامه يا اما اكله للمعادن يا اما حارقه يا اما قابله للترشيح. قابلة للترشيح يعني ايه؟ يعني تأثر على التربة يحصل عملية طبعا ترشيح جوه المياه الجوفية ويلوث المياه اللي ممكن نشربها او اللي يمكن يستفاد منها الزرع اللي هو هيطلع لنا ثمار، ويصبح يبقى فيه خطر على الانسان وعلى صحته وعلى البيئة. طب ايه هي النفايات الخطرة؟ النفايات الخطرة برضو نفس الكلام، تمثل خطر او اذى برضو محتمل على الصحة والبيئة، بس يا اما النفايات دي يا اما بتبقى في صورة سوليد يا اما ليكويد يا اما في صوره جاز يا اما في صوره سلادج. بقدر من خلال بقى النفايات الخطره دي بتبقى فين برضو موجوده في المنتجات المطروحه
يعتبر المنتجات المطروحه زي طبعا المنظفات السائله او المبيدات، او في منتجات الجانبيه اللي بتخش كباي برودكت اللي بتخش في الصناعات المختلفه. ودي بعض الليبلز والاستيكرات اللي احنا من خلالها زي ما دكتور محمد سيد سابقا قال لازم ناخد بالنا من ضمن نراعي هذا الاشعاع او اي ماده خطره. دي بعض الليبلز اللي بتوصف المواد الخطره دي، يا اما هي مواد قابله للانفجار، يا اما عباره عن غازات مضغوطه، يا اما مواد قابله للاشتعال، يا اما برضو مواد فيها غازات مضغوطه او قابله للاشتعال، او مواد صلبه قابله للاشتعال. دي بعض الاستقرارات، وعشان ما اطولش عليكم دي الاوصاف بتاعتها اللي يشوفها يكون حذر منها. انا كمهندس كيميائي لازم اكون عارف الخصائص دي كلها عشان من خلالها اعمل ايه بروسيس او اعمل ديزاين محترم يقدر يعالج هذه المواد الخطره. انا لو ما عرفتش اتعرفت على حاجه مش هعرف اعمل لها تريتمنت بس. واما المواد دي اما طبعا مؤكسده، يا اما مواد سامه، يا اما مشعه زي اللي الدكتور محمد طرحها سابقا، يا اما بيتاثر طبعا في الكروسيف، وكلنا عارفين يعني كروسيف التاكل ومدى تاثيرها على الصناعه في الميتال ومدى تكلفتها الاقتصاديه وازاي بنعالج الكروجن. ماشي ماشي يا باشمهندسين. دي خصائص بقى ايه؟ الخصائص دي بتعمل ايه بقى في حال اساءه استخدام؟ لو انا اسات استخدام اداره المواد او النفايات الخطره دي هتشكل تهديدا حقيقيا على امن وسلامه الافراد. زي الايه المشكله اللي كانت هتهدد امن وسلامه الافراد الموجودين بجوار المكان دوت او المكان المحميه الطبيعيه دي اللي فيها اكيد طبعا حيوانات وفيها زراعه وفي اماكن سياح ممكن الناس تيجي هنا. ما كنتش احل المشكله كمهندس كيميائي حاجه زي كده واعمل دراسه محترمه عشان وزاره البيئه توافق على الشغل، لان معنى اللي انا اقف معنى اللي انا هخسر. لو ما فيش مهندس كيميائي يقدر يحل المشكله ديت شوف الخساره كل زمن يعدي كل ما الخساره تزيد على المكان وهتزيد على الدوله برضه. فالعلم كله مترابط والعلم كله بيكمل بعضه. وكان شرف ليا طبعا ان انا اكون خريج المعهد واللي انا تاسست واللي انا وصلت للمكان اللي انا وصلت له دوت، ولسه هفضل اتعلم لحد لما اموت وما فيش حد كبير على العلم. وطول ما انت بتحاول وبتسعى ودي برضو السائل المر بعض برضو ايه المخلفات اللي كانت موجوده من مصنع عملت لها برضو معالجه وانا اللي عامل الديزاين وفي الاخر انتجت منتج المنتج اقتصادي من اكسيد المغنيسيوم ومنتجات من الصوديوم كلورايد وفي الاخر ونسبه الارباح بتاعته وصلت 50 مليون من وراء معالجه ومن وراء واحد خريج هندسه كيميائيه عشان الدوله تعرف الفايده اللي بتستفاد منها من وراء خريج المهندس الكيميائي. ولازم الثقافه تتغير عند المهندسين ولازم الثقافه تتغير عند الدوله في كل حته ان المهندس الكيميائي مهم جدا في كل الصناعات، مهم جدا ان هو يحل المشاكل، مهم جدا ان هو يحول اي منتج رخيص الثمن او منتج اي رو ماتيريال رخيص الثمن لمنتج غالي الثمن. وشكرا جزيلا ليكم دكتور احمد. اتفضل يا دكتور مصطفى. كنت عايز بس بعد اذنك يعني تقدر تعرف اخواتنا الطلبه ايه الصفات المطلوبه في الخريجين لما بيتخرجوا كمجالات للشركات او لهيئه الطاقه النوويه او مخلفات الصلبه او المجالات اللي حضرتك اشتغلت فيها، بحيث ان دي اللي بتدور عليها في الخريج اذا كانت موجوده ولا لا، وان هو يقتحم سوق الصناعه. فكنت حابب حضرتك تكلمنا على البوينتس دي كلها بعد اذنك. اتفضل. حاضر. المواصفات طبعا لاي خريج، هو اول حاجه للخريج لازم يكون حابب القسم اللي هو داخله، دي اول حاجه، عشان هو لو دخل قسم مش حابه مش هيعرف يدي فيه ويكون مؤسس نفسه طبعا عشان يبقى مهندس طالع، اهم حاجه يؤدي دوره كطالب وهو في القسم اللي هو يحضر محاضراته، يسمع الاساتذه بتوعه والدكاتره كويس جدا وياخد الموضوع بجد مش مجرد امتحان. ده اساسي مهم جدا للطالب ان هو يجمع المواد اللي هو درسها من خلال الساده الافاضل الاساتذه والجهه المعاونه، يجمع كل الحاجات دي في البروسيس اللي احنا شايفينه. يعني دي كلها مش ماده واحده انا درستها، دي مواد كتير جدا انا طرحتها قبل كده في البروسيس، وبناء عليه على المواد دي كلها شفت البرنامج اللي يقدر يعمل ديزاين للحاجات دي كلها او الداتا. يعني برنامج زي الهايسيز الدكتور مصطفى طبعا عارفه طبعا وبيدي كورس فيه، برنامج زي الادرو ماكس اللي انا عامل بيه ده
برامج الكنترول، البرامج اللي هي الـ 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 في برامج كتير جدا للهندسه الكيميائيه، الماتلاب، الحاجات دي كلها بتفيد، بتصب في الاخر للخريج لما يجي الخريج يخش في سوق العمل بره وهو عنده الباك جراوند من هذه الكورسات، وطبعا زائد الماده العلميه اللي هو حصلها في القسم، طبعا هيتلقط يعني. وبالذات هي بتبقى حاجه شخصيه، يا اما انت تبني نفسك من خلال طبعا تحصيلك من القسم ومن خلال الكورسات اللي بتاخدها من الكورسات المختلفه. وطبعا الحاجات دي الكورسات جبتها منين؟ من الصناعه، شفتهم محتاجين حاجه زي كده عشان نعمل ديزاين ونعمل لوحه ونبدأ نشرح عليها ونشوف المشاكل من الصناعه بره. وبقيت اسال ناس في البترول واسال ناس هنا لحد لما خدت محصله كورسات محترمه اقدر من خلالها ابقى انسان مهندس يقدر يحل المشاكل ويقدر يستفاد بتخصصه. في كتير جدا انت معاك بنزين بس مش قادر تستفاد منه في الطاقه اللي انت تستخدمه مثلا، هي مثال برضو مهندس معاك مواد كتير عرفت ازاي تستغلها وتستفاد منها تطلع مهندس محترم وتقدر تحل المشاكل وكله هيرفع لك القبعه. يعني ما قدرتش تعرف تعمل كونتامينيشن او تداخل للمواد دي مع بعضيها وتاخد الكورسات اللي بتجمع كل الحاجات دي مع بعضيها، وفرصه ليكم مشاريع التخرج اللي فيها القسم تبداوا تعملوا حاجه زي كده تدمجوا. ليه بيدوا مشروع التخرج؟ عشان تخرج اسمه مشروع، هتاخد كل المواد الدراسيه بدل ما كل ماده منفصله واسمك حليت مسائل وخرجت ونجحت فيها، لا مفيش حاجه اسمها كده وترميها بعد كده، لا احنا كليه علميه تراكميه، العلم متراكم، مفيش حاجه اسمها درست وامتحنت خلاص انسى اللي فات، مفيش حاجه دخلت الامتحان خرجت انسى. فده نصيحتي للطلبه، كله معتمد على بعضه زي الماس بالظبط. لو انت مش متاسس كويس في الماس في جدول الضرب مش هتعرف تحل معادلات، مش هتعرف تخش، كله ستيب باي ستيب، كله معتمد على اللي قبله. المواد دي مفيش حاجه مواد ماده وحشه وماده حلوه، كله لازم هتستفاد، لو ما استفدتش هترجع في وقت من الاوقات هتحتاج معلومه بعد كده. لسه معانا الدكتور احمد ابو الحمد، كنت دكتور في روسيا في المركز البحوث الروسيه، كان بيكلمني بيسالني على ريفرنس بتاع الهيت اكستشينجر والهيت ترانسفير، عايز ماتيريال مني، قال لي تصدق الحاجه اللي كنت بحطها في الكليه في القسم الهندسه الكيميائيه في الشروق استفدت منها في روسيا، بيدور على الماتيريال على الكتاب اللي كان بيحل بيها المعادلات، بيقول لي لو لقيتها ابعتها لي. نصيحه للطلبه، ما حدش يستهتر بالمواد، ما حدش يستهتر بالماده العلميه اللي بيديها الاساتذه والدكاتره، نكلهم لكل احترام وتقدير، الناس دي بتتعب، الساده المعاونين والاساتذه بيتعبهم عشان يخلوك انت خريج، انت بالنسبه لنا منتج، لازم المنتج كمهندس كيميائي يطلع محترم ويطلع بجوده عاليه. المعهد هنا والشروق طالع واخد الجوده مش من فراغ، ناس كتير تعبت وسهرت عشان توصل للمنتج، مش هقول في نفسي طبعا، في ناس كتير في زمايلي في احسن مناصب على مستوى الجمهوريه في اماكن حساسه جدا في اماكن عاليه جدا مرتباتها خياليه ما شاء الله في البترول وفي كل مكان، وفي ناس في الجامعه وفي ناس في البحث العلمي وفي ناس في البروسيس في الصناعات المختلفه، فكلهم ما شاء الله. وانا لما عاوز حاجه انا بتصل عليهم وكلنا في كونتاكت بيننا وبين بعضينا، ده عشان تبقى مهندس كيميائي محترم. خدوا نصيحتي ونفذوها، وان شاء الله بالتوفيق للقسم وللاداره، اداره اكاديميه الشروق، واتمنى التوفيق للجميع، وشكرا جزيلا ليكم. شكرا جزيلا دكتور حسن، شكرا جزيلا دكتور مصطفى والساده المعاونين. شكرا جزيلا دكتور احمد يونس على المجهود وعلى المحاضره بتاعت سيادتك، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا شكرا يا فندم. معانا دلوقتي، هيدخل معانا في الدكتور احمد ابو الحمد، بكالوريوس الهندسه الكيميائيه دفعه 2012، حاصل على الماجستير في الهندسه النوويه سنه 2018 في مجال تصميم مفاعلات الجيل الرابع. ده تم تعيينه في المركز المتحد للابحاث النوويه اواخر 2019، وبفضل الله سبحانه وتعالى قدر ان هو يحصل على جائزه فرانك للفيزياء النوويه سنه 2021. وهو كان من الطلاب المتميزين واحد خريجي قسم الهندسه الكيميائيه. طبعا كانت في فتره صعبه، لان كانت 2012 دي كانت السنه اللي تلي الاحداث بتاعت الثوره، وكانت من الدفعات اللي يعني تعبت كتير في الشغل في الجامعه. اتفضل دكتور احمد. السلام عليكم. وعليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور احمد اتفضل. اخيرا طيب حضرتك دكتور دلع على السلامه ومنور الميتنج عندنا يا دكتور. الله يسلمك يا دكتور ربنا يعزك. احنا بنعتذر بس على الـ 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 الخطأ التقني دون، وكان في مشكلة في الصوت، ولكن دكتور أحمد دلوقتي بقى معانا وهو بس يعني بيكلمنا من روسيا دلوقتي، ففي مشكلة شوية كان في الكونكشن، ولكن الحمد لله دلوقتي بقت مظبوطة. اتفضل يا دكتور أحمد المايك مع حضرتك اتفضل. أنا بعتذر جدا يا جماعة على المشكلة دي كانت عندي أنا آسف جدا على الوقت بتاعكم. النهاردة إن شاء الله أكلمكم عن مساهمة الهندسة الكيميائية في مجال إنتاج الطاقة النووية. المحاضرة بتاعتي بتنقسم لخمس أجزاء. الجزء الأول هكلمكم فيه عن نفسي. أنا عارف إن معظم زمايلي اللي بيدرسوا دلوقتي في القسم حابين إنهم يعرفوا يعني بعض التجارب اللي هو يعني أديهم نظرة للمستقبل. بعد الكلام اللي قاله الدكتور أحمد يونس، طبعًا ما فيش كلام تاني يتقال. الدكتور أحمد يونس طبعًا هو صغير في السن بس كان درس لي في فترة من المراحل يعني. وأنا بعتذر كده جدًا. في البداية أنا أحمد أبو الحمد خريج القسم سنة 2012. بعد ما اتخرجت مباشرة بمبادرة شخصية مني وبدون أي هدف رحت كملت دراسات تكميلية في حاجة في جامعة اسكندرية في قسم الهندسة النووية. درست سنتين السنة الأولى درست فيها حاجة اسمها دراسات تكميلية. أخذت بعض المواد اللي أنا ما خدتهاش في أثناء دراستي في الشروق زي الفيزياء النووية وفيزياء المفاعلات والأمان النووي وهكذا، ودي عملت نقلة نوعية معايا بصراحة وفادتني جدا. بعد ما خلصت الدراسات دي كملت في برنامج الماجستير وخلصت تمهيدي ماجستير في جامعة اسكندرية. مباشرة بعد ما خلصت تمهيدي الماجستير وأثناء شغلي في الرسالة جات لي منحة في روسيا في مكان اسمه الجامعة الوطنية للبحوث النووية. الجامعة الوطنية للبحوث النووية رحت هناك أول مرة كانت حياتي صعبة جدا بصراحة، كان في فرق شاسع في المستوى وطبعا في اللغه وكل حاجه، فعانيت كتير. اول سنه كانت صعبه جدا من اصعب سنوات حياتي تقريبا، بس الحمد لله مع الوقت كل حاجه يعني بقت اسهل والحمد لله قدرت ان انا اعدي المرحله الاولى واستمريت لحد دلوقتي. خلصت الماجستير في مجال اسمه مجال تصميم المحطات النوويه، وبالاخص حاجه اسمها محطات الجيل الرابع اللي هي اللي هتبقى موجوده بعد 10 سنين او 15 سنه. وعملت فيها يعني نقطة كويسة يعني عملت شغل كويس في الرسالة واخدت الماجستير بامتياز مرتبة شرف. وكان في الدفعة بتاعتي كان في اتنين بس اللي واخدين الماجستير بامتياز مرتبة شرف، كنت انا واحد تاني روسي، وعشان كده احنا الاتنين اخدنا يعني منحة تانية لاستكمال الدكتوراه، كانت دي يعني منحة خاصة من روسيا غير المنحة اللي كنت جاي بيها من مصر. وعشان خاطر ظروفي المادية كنتش انا بشتغل، كنت معتمد 100% على اهلي، فالمشرف بتاعي جاب لي شغل في الجامعة الوطنية للبحوث النووية، اشتغلت فيها معيد في حاجة اسمها القسم رقم 5 او قسم المحطات النووية، الفيزياء النووية والمحطات النووية، وما زلت لحد النهاردة بشتغل في القسم دوت معيد. في نهاية 2019 سمعت ان في شغل هنا في حاجة اسمها المركز المتحد للبحوث النووية، رحت قدمت في الشغل ده واتقبلت، ودوت كان توفيق من ربنا كبير جدا جدا ونقله نوعيه في حياتي برضه. ولحد النهارده برضه بشتغل في هنا في المعهد المتحد للبحوث النوويه، بشتغل هنا في تطوير مفاعل اسمه IBR2M. المفاعل ده اللي شغال حاليا اسمه IBR2M، واحنا دلوقتي بنطور حاجه اسمها IBR3، وبعد شويه في اثناء البرزنتيشن هكلمكم شويه عن المفاعل دوت لانه مفاعل فريد من نوعه، العالم كله ما فيهوش ولا نسخه منه. قبل ما اروح للنقطه الثانيه احب اكلم زمايلي اللي موجودين دلوقتي طلبه القسم. طبعا انا فاهم كويس قوي ان انت موجود في جامعه خاصه وعارف الحساسيات اللي بتنشا من الموضوع دوت. طبعا الدكتور احمد يونس اتكلم معاكم باستفاضه في الموضوع ده وانا ما اقدرش ازود عليه. وبالمناسبه الدكتور احمد يونس كان هو سنه صغير بس كان استاذي، يعني كان درس لي فتره في الشروق، وانا بعتذر كده جدا جدا جدا. صدقني عن تجربة شخصية مفيش حاجة اسمها كلية خاصة وكلية حكومية، في حاجة اسمها طالب كويس وفي حاجة اسمها طالب وحش، طالب مش مجتهد. الكلية الخاصة ممكن تكون دافع ليك انك تثبت نفسك، انت ممكن يكون حصل لك ظروف ما قدرتش تجيب مجموع معين مش عارف ايه، دي كلها بتحصل للناس كلها، ودخلت جامعة خاصة ده حاجة مش عيب خالص. العيب انك ما تتفوقش وتثبت نفسك في الجامعة الخاصة، هو ده العيب الحقيقي.
الموضوع بيتوقف على الطالب، الطالب هو اللي بيدور على المعلومة، المدرس ده 10% من المنظومة التعليمية، 90% عليك أنت وعلى مجهودك الشخصي. اجتهد وتعلم وقرأ وروح يمين وشمال. شوف زمايلك اللي في الجامعات التانية بياخدوا إيه، قارن، ذاكر، اجتهد، دي الحاجة الوحيدة اللي تنفعك. الخريج المفروض يخرج من القسم هو الخريج اللي هو بنفسه درس وجمع معلوماته ومرتب معلوماته في دماغه وعنده مصادره الشخصية بالإضافة للمصادر اللي بتديها له الجامعة. دي نصيحتي الشخصية قبل ما أروح للنقطة الثانية. النقطة الثانية هي النيوكلير تكنولوجيا أو الطاقة النووية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً التاريخ بتاع الطاقة النووية. الطاقة النووية أو الفيزياء النووية أو الفيزياء الإشعاعية تمت بعد ما واحد اسمه عالم ألماني اسمه مارتين سنة 1789 اكتشف عنصر اسمه اليورانيوم، كانت مادة، اكتشف أكسيد اليورانيوم، مادة سودة وتقيلة كده. من هنا بدأت يظهر حاجة اسمها الكيمياء الإشعاعية وبعدها الفيزياء الإشعاعية وبعد كده الفيزياء النووية، دي البداية الحقيقية. طبعا من سنة 95 لحد سنة 39 اتطور العلم ده بسرعة شديدة، اتطور علم الفيزياء الإشعاعية، اتطور علم الفيزياء النووية، وبعد كده من سنة 39 لحد 45 طبعا في أثناء الحرب العالمية الثانية اتصب الاهتمام على تطوير القنبلة النووية، وده كانت بداية سيئة جدا جدا جدا. يعني البداية الحقيقية للهندسة النووية كانت أو الفيزياء النووية كانت سنة 1789، ولكن الناس مش متذكرة غير من سنة 39 اللي هو 1939 عشان خاطر ده مرتبط في دماغهم بموضوع القنبلة النووية. بعد سنة 45 وبعد انتهاء الحرب العالمية روسيا بدأت في السيطرة على الطاقة النووية وعملت أول مفاعل في العالم، يعني بدأت تحاول تسيطر على الطاقة النووية. طبعا المفاعل ده ما كانش مفاعل بينتج كهرباء بكميات كبيرة، كان مفاعل مجرد مفاعل بحثي ومجرد نقطة بداية. وبالمناسبة المفاعل ده موجود في مركز البحوث اللي أنا بشتغل فيه. المفاعل الأول ده بعد كده بدأ الاهتمام من روسيا ومن أمريكا بالذات على أنهم يحاولوا ينتجوا الكهرباء بكميات كبيرة، كميات اقتصادية أو كميات يعني تجارية. وكانت البداية الحقيقة سنة 1965 مع أول جيل من أجيال المفاعلات النووية، يعني أول جيل من أجيال المفاعلات النووية ظهر سنة 1956. إحنا النهاردة بنتكلم في الجيل الثالث بلس اللي هو اللي مصر نفسها تشتري مفاعل بي في إر الروسي اللي هو من الجيل الثالث بلس، وانا ابحث في الجيل الرابع عشان بس يبقى انتم متخيلين الموضوع. احنا دلوقتي 2021 وبنتكلم على المفاعل اللي هو الجيل الثالث بلس وبنتكلم على ابحاث في الجيل الرابع. طيب سنه 1957 تم انشاء الوكاله الدوليه للطاقه النوويه، وكان الهدف منها هي السيطره على عدم انتشار الاسلحه النوويه بشكل خاص وتوجيه معظم الابحاث والفلوس في اتجاه الطاقه النوويه السلميه. في الوقت الحالي أقل للأسف الشديد أقل من 15% من الكهرباء اللي في العالم بتنتج عن طريق الطاقة النووية. ليه؟ محدش يعرف أوي. ربما المافيا بتاعت البترول والغاز بتلعب دور في الموضوع ده. المفاعلات النووية، المفاعلات النووية طبعا في من يعني لها كذا تصنيف. أول تصنيف هو عن طريق اللي هو الهدف منها أو الغرض من المفاعل. المفاعلات النووية إما ممكن تكون مفاعلات لإنتاج الكهرباء بيسموها الباور رياكتور، أو مفاعلات للأبحاث، أو مفاعلات للنقل اللي هي بتبقى موجودة في الغواصات وعلى متن كاسحات الجليد، أو مفاعلات للماتيريال ساينس. طبعاً المفاعل أنا شغال فيه دلوقتي اللي هو IBR2 ده مفاعل ريسيرش، ده مفاعل بحثي ومخصص للماتيريال ساينس لأبحاث المواد. طبعاً لو تعرفوا إن جدول الدور الحديث آخر خمس عناصر فيه تم تصنيعهم عندنا في المفاعل بتاعنا احنا هنا، من ضمنهم عنصر اسمه الماسكوفيوم وعنصر اسمه الدوبنيوم. ماسكوفيوم نسبه الى موسكو والدوبنيوم نسبه الى دوبنا، المكان اللي فيه المفاعل اللي انا موجود فيه. العنصرين دول تم تصنيعهم هنا عندنا في المفاعل. ودلوقتي احنا نتطلع ان احنا ننتج اول عنصر في الدوره الثامنه. لو انتم عارفين جدول الدوره الحديث عباره عن سبع دورات، طبعا الدوره الثامنه مش موجوده اساسا. احنا دلوقتي بنحاول نصنع مفاعل عشان خاطر ننتج اول عنصر في الدوره الثامنه، ربما يكون اسمه حسنيوم او احمديوم في المستقبل، الله اعلم.
تاني تصنيف حاجة اسمها المودريتور أو مهدئ النيترونات. يبقى المفاعلات ممكن عن طريق اللي هو بناء على المودريتور أو اللي هو مهدئ النيترونات ممكن المفاعلات تنقسم لثلاث أنواع برضو، إما مفاعلات ماء خفيف، إما مفاعلات ماء تقيل، أو مفاعلات الجرافيت. طبعا المفاعل المشهور جدا اللي اسمه تشيرنوبل كان من نوع الجرافيت. المفاعل اللي مصر عايزه تشتري اللي هو اسمه في في ار دوت من مفاعل اسمه اللايت ووتر رياكتور اللي هو مفاعلات المياه الخفيفه. التصنيف الثالث حاجه اسمها السبيكترم اوف نيوترونز. النيوترونات هي دي العنصر النشط اللي بيبدا اللي بنبدا بيه التفاعل النووي جوه المفاعل. فالنيوترونات ديت الموجوده جوه المفاعل هتبقى حاجه من الثلاثه، يا اما مفاعلات يا اما نيوترونات ثيرمال يعني نيوترونات حراريه او طاقتها قليله، يا اما مفاعلات سريعه يا اما مفاعلات انترميديت يعني متوسطه الطاقه. طيب بالنسبه للديزاين المفاعل نفسه، بالنسبه للديزاين بتاعه المفاعلات يا اما تبقى حاجه اسمها بريشر فيزل، واظن انتوا كلكم عارفين يعني كلمه بريشر فيزل، يعني حاجه كده زي الاناء يعني اناء مضغوط زي اللي مصر عايزه تشتريه المفاعل دي في ار، او مفاعلات حاجه اسمها التشانل رياكتور. التشانل رياكتور ده زي مفاعل اسمه كاندو اللي هو في كندا، او مفاعل ار بي ام كا اللي هو نفس النوع اللي كان من مفاعل تشيرنوبل اللي انفجر. والوقت ما بقاش حد يصنع المفاعلات دي نهائيا، العالم كله الوقت فيه حوالي 21 مفاعل تشانب وفي طريقهم بعد ما يغلقوا ما حدش هيفتحهم تاني الا المفاعلات الكندو دي اثبتت نجاحها وما زالت مستمره في كندا. اخر تصنيف هو الاستراكشر اوف كور، يعني القلب بتاع المفاعل نفسه شكله ازاي. في عندنا برضه تصنيفين، يا اما هيتروجينيوس رياكتور يا اما هوموجينيوس رياكتور. الهيتروجينيوس رياكتور ده هو المفاعل اللي بيبقى المودريتور او مهدئ النيوترونات منفصل او في ما بينه وما بين الوقود جدار زي المفاعل اللي مصر عايزه تشتريه، وده بيبقى امن. والمفاعلات الهوموجينيوس بيبقى ما فيش جدار ما بين المودريتور اللي هو مهدئ النيوترونات او المبرد بتاع المفاعل والوقود، يعني الاثنين في حاله تلامس، يعني الوقود النووي بيلمس الميه اللي بتبرده مباشره. طيب ده بالنسبه للتصنيفات بتاعه المفاعلات عشان نبقى فاهمين الوضع الحالي بالنسبه للهندسه بالنسبه للطاقه النوويه في العالم. السطرين اللي فوق ده اللي فوق دول هو الوضع الحالي بتاع النهارده. النهارده العالم بينتج 394.5% جيجا وات من الطاقه النوويه، وده بيمثل اقل من 15% من انتاج الكهرباء في العالم. المفاعل العالم دلوقتي فيه 451 مفاعل، وفي 55 مفاعل بيبنوا دلوقتي حالا، منهم 22 مفاعل في الصين، يعني الصين بتبني لوحدها 22 مفاعل دلوقتي. روسيا بتبني حوالي 9 مفاعلات، 4 منهم موجودين داخل حدود روسيا و5 موجودين بره حدود روسيا، في تركيا وفي روسيا البيضاء وفي بنجلاديش، واحتمال يكون في مصر كمان، يعني لسه مصر طبعا ما دخلتش من ضمن الخمسه دول. متوقع ان اللي هو 55 مفاعل هيضيفوا للعالم 56 جيجا وات. الجدول ده عباره عن اكتر 9 دول بتستخدم الطاقه النوويه. طبعا واضح ان فرنسا بتستخدمها بنسبه 74%، رغم ان كميه الكهرباء اللي بتنتج هي نفسها اقل من امريكا مثلا، ولكن النسبه بتاعتها اكبر من امريكا. فرنسا بتستخدم 74% من الكهرباء بتاعتها هي جايه من الطاقه النوويه، وهي ما تقدرش تزود عن كده، ما ينفعش يبقى الدوله فيها 100% من الكهرباء بتاعتها تكون منتجه من المحطات النوويه. وده لسبب بسيط، ان الحمل بتاع المحطه النوويه حمل ثابت، يعني لو عندي المحطه بتنتج 1000 ميجا وات فهي تفضل تنتج 1000 ميجا وات لمده سنه كامله. اما الحمل اللي الناس بتحتاجه مثلا لما يبقى الجو حر الناس بتشغل التكييف، فالحمل بيزيد والحمل بيقل، فاحنا محتاجين محطات اقدر العب في الحمل بتاعها زي محطات الغاز او الكهرباء، فلازم الاثنين بيشتغلوا بارلل مع بعض. طبعا فرنسا بتنتج 74 او 75% من انتاجها من الطاقه النوويه، ولكن هي ما تقدرش تزود عن كده، ما تقدرش تخليه 100%، لازم يكون عندها 25% اللي هو الحمل المتردد اللي هو بيتوقف على استهلاك الناس، لما يبقى الحمل عالي يشغلوا محطات اكتر وينتجوا كهرباء اللي هي محطات غاز او بترول، اللي بيبقى الحمل منخفض بيقفلوا المحطات دي ويكتفوا بالمحطات النوويه اللي هي الحمل الثابت بتاعها. امريكا رغم ان هي اكتر دوله بتنتج كميه كهرباء نوويه، فهي الشير بتاعها عباره عن 20% بس. وهنا حبيت هنا بالنسبه للتوتال. دكتور احمد اتفضل يا دكتور. استاذن بس سيادتك، هو السلايدز احنا عندنا ثابته، السلايدز الاولانيه السلايدز لو انت بتقلبها من عندك هي مش بتقلب قدامنا. فلو في امكانيه بس ان انت تحرك السلايدز دي، ولا انت يعني او اعمل اعاده شير تاني للسلايدز دي هتفتح معاك مظبوطه.
يعني اقفل التشير وافتح التشير تاني على نفس السلايدز هتوضح معانا للبرزنتيشن وتحدد السلايد اللي حضرتك واقف عليها. حاضر، بس انت قلت لي متاخر قوي. بس حاضر معلش، يعني احنا متابعين كده معاك، احنا متابعين البرزنتيشن ولكن هو السلايدز بس اللي مهنجه شويه. طيب حاضر. احنا يا جماعه خلاص خلصنا السلايد دوت. السلايد دوت بيوضح لكم المشاركه بتاعه الدول تمام كده دكتور احمد؟ تمام يا دكتور، تمام تمام. اتفضل اتفضل حضرتك. ماشي، السلايد اللي بعد كده بعد اذنك. دلوقتي نيجي لحاجه اسمها النيوكلير فيول سايكل، او اللي هي دوره الوقود النووي، ودي اللي هي المجال اللي ممكن المهندس الكيميائي يشتغل فيه في الهندسه النوويه. اولا عشان نعرف النيوكلير فيول سايكل لازم نعرف ايه هو النيوكلير فيول. الاول النيوكلير فيول ده هو اي ماده تحتوي على انويه قابله للانشطار عن طريق النيوترونات. ده التعريف بتاعها طبقا للاي اي اي اللي هي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. الوقود النووي او اللي هي النيوكلير فيول المواد النوويه عباره عن قسمين، حاجه اسمها الوقود الاولي وحاجه اسمها الوقود الثانوي. الوقود الاولي هو ده الوقود اللي بيتحط مباشره في المفاعل النووي وبيبدا يتحرق. الوقود الثانوي ده الوقود اللي بينتج نتيجه انشطار الوقود الاولي. يعني اليورانيوم 35 ده مشهور جدا، ده اللي بينشطر في المفاعل النووي. طب اليورانيوم 38 ده ما بينشطرش، بس لما بياخد نيوترونات بيتحول لبلوتونيوم 39 وبلوتونيوم 41. طيب السوريوم 32 ده برضو ماده نوويه ولكن هي شخصيا ما بتنشطرش، احنا بنحطها في المفاعل عشان خاطر تكتسب او تعمل ابسوربشن لنيوترون وتتحول ليورانيوم 33. فينا ماده لسه جديده اسمها النبتونيوم 237، الماده دي انا حاططها باللون الاحمر. دلوقتي المواد اللي بتستخدم في كنيوكلير فيول هم اللي انا قلت اللي هم السته دول بس، اللي هو يورانيوم 35 ويورانيوم 38 وسوريوم 32 ويورانيوم 33 وبلوتونيوم 39 وبلوتونيوم 41، مش من ضمنهم النيوترونيوم 37. ولكن مؤخرا في المعهد اللي انا شغال فيه احنا الحمد لله قدرنا احنا نحط تصميم لمفاعل جديد اول مره هيشتغل بوقود اسمه النيوترونيوم 237. النيوترونيوم 237 دوت عنصر او نظير غير موجود في الطبيعه، ده بيتم تخليقه فقط داخل المفاعلات النووية، وروسيا عندها كمية كافية جدا منه ان هي تعمل مفاعل جديد بناء على النيبتونيوم 37. طبعا احنا تم تطوير العلم هنا في روسيا في اخر سنتين ثلاثة تقريبا، احنا تقريبا كلنا شغالين على المفاعل الجديد اللي هو مفاعل النيبتونيوم. طورنا له القواعد بتاعته، طورنا له المعادلات بتاعته والفيزياء الجديدة بتاعته، لانه ده عنصر ليه خواص جديدة خالص غير الخواص اللي احنا نعرفها الخاصة باليورانيوم والبلوتونيوم. اول مفاعل في العالم هيشتغل بناء على النيبتونيوم هو المفاعل اللي انا شغال فيه، ورساله الدكتوراه بتاعتي في النيبتونيوم 237 اللي هو العنصر الجديد اللي هو احنا دلوقتي طلبنا من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه ان هي تضمه من ضمن المواد النوويه. السلايد اللي بعد كده دكتور بعد اذنك. طيب النيوكلير فول سايكل، النيوكلير فول سايكل ديت هو عباره عن ثلاث خطوات بالظبط اللي هي البروسيسنج والفابريكيشن والريبروسيسنج. يعني اللي احنا بنجيب النيوكلير فيول ونعمل له يا اما بروسيسنج فيه خالص نجهزه ان هو يشتغل في المحطات النوويه، وبعد كده نعمل له فابريكيشن احنا نشكله على هيئه الوقود النووي، وبعد كده نستخدمه في قلب المحطه النوويه، وبعد كده بعد ما نستخدمه نرجع تاني نعمل له ريبروسيسنج يا اما بقى نحول له ديسبوزال او نخليه سكندري فيول اللي احنا لسه واخدينه في السلايد اللي قبل كده. النيوكلير فيول سايكل او بيسموها اختصارا ال NFC دي عباره عن ثلاث انواع، في حاجه اسمها اوبن وحاجه اسمها كلوزد باليورانيوم وحاجه اسمها كلوزد بالبلوتونيوم. اول نوع اللي هو الاوبن ان اف سي دي عباره عن ايه؟ بمنتهى البساطه المايننج بتاع اليورانيوم، احنا نروح نعمل مايننج للاور بتاع اليورانيوم، بعد ما نعمل له مايننج بنحصل على بنعمل له حاجه اسمها بنرفع الكونسنتريشن بتاعه اليورانيوم اوكسايد في الخام اللي احنا حصلنا عليه، وبعد ما نرفع اللي هو الكونسنتريشن بتاع اليورانيوم اوكسيد فبنحصل حاجه اسمها الكونسنتريت بتاع اليورانيوم اوكسيد او اللي هو بيسموه الكعكه الصفراء. بعد كده بنحول الكعكه الصفراء دي لشكل جاهز للتخصيب هو شكل الهيكسا فلورايد اللي هو اليو اف 6. اشمعنى اليو اف 6؟ لان انا دلوقتي انا عايز اعمل افصل النظير 35، اعمل عمليه انريتشمنت او تخصيب، افصل النظير 35 عن النظير 38 وباقي النظائر. لازم اخلي اللي هو الكومباوند او اللي هو المركب الكيميائي يعتمد فقط على النظائر بتاعه اليورانيوم، ومن المعروف ان الفلورايد هو عباره عن نظير واحد بس في الكون، يعني 100% فلورايد. فلورايد من نظير واحد اللي هو مش فاكر اسمه فلورايد 9 او ايه. المهم
الفلوريد ده عباره عن نظير واحد، فبالتالي عمليه التخصيب هتبقى قائمه 100% على اليورانيوم وليس الفلوريد، فساعتها الفلوريد ما يشغلنيش. انما الاكسجين ما ينفعش اعمل فيه كده، لان الاكسجين فيه منه على الاقل فيه ثلاث نظائر موجودين في الكون، فبالتالي لما اجي اعمل فصل ساعتها هتلخبط. انا عايز اعمل فصل لنظائر الاكسجين ولا نظائر اليورانيوم، عشان كده بنحول اليورانيوم اوكسيد لليورانيوم فلوريد. طبعا خاص اخرى لماده اليورانيوم فلوريد نفسها، مش هنتدخل في ده. بعد كده نعمل حاجه اسمها اليورانيوم انريتشمنت، اللي هو تخصيب اليورانيوم، ودي عباره عن 9 طرق رئيسيه. العالم بيتهيألي اعتقد ان هو مشهور منهم 3 طرق، اللي هي مثلا طريقه اللي هي سنترفيوج او الجاز ديفيوجن، دول مشهورين جدا. بعد كده بعد خلاص ما عملنا خصبنا اليورانيوم ورفعنا نسبه اليورانيوم 35 للنسبه المطلوبه، بنبدا نعمل حاجه اسمها الفابريكيشن بتاعه النيوكليير فيول، نبدا نحضر الفيول اسمبلي والفيول رود اللي احنا هنحطها بعد كده في المفاعل. بعد كده ناخد المفاعل دوت ونروح نحطه في المفاعل. بعد كده يتم تشعيع المفاعل ونستخلص منه الطاقه، نستخلص من الوقود. بعد كده خلاص من لحد هنا كل ال NFC او كل اللي هو ثلاث مراحل في ال NFC كلهم شبه بعض، متشابهين الثلاث انواع. من اول هنا يبدا الاختلاف. بالنسبه للاوبن NFC او الاوبن نيوكليير فول سايكل، خلاص بعد ما بيتم تشيع المفاعل، تشيع الوقود في المفاعل وخلاص استخرجنا منه الطاقه وشلنا من المفاعل، بيتم تخزينه اولا في احواض مليئه بالميه عشان خاطر يتبرد لمده 10 سنين. بعد كده بيتم دفن الوقود كله على بعضه في طبقات الارض اللي هي في يعني حوالي 2 كيلو من سطح الارض، في طبقات منخفضه او في بعض اسمها كهوف الملح. دي النوع الاول من انواع اللي هو النيوكليير فول سايكل. النوع الثاني اللي استاذ بعد كده دكتور عدد، النوع الثاني هو دوره الوقود النووي الخاصه باليورانيوم. طيب احنا خلاص وصلنا مع بعض لحد ان احنا حطينا اليورانيوم في المفاعل وشععناه واستخرجنا منه الطاقه. بعد كده بطلعه وبحطه برضو في التخزين الميه لمده 10 سنين لحد ما يبرد شويه والاكتيفيشن بتاعته تقل. بعد كده اخده واعمل له كيميكال ريبروسيسنج واستخلص منه اليورانيوم اللي ما تفاعلش، بدل ما ارميه في التربه بستخلصها منه وببعتها تاني لتصنيع الوقود النووي وهكذا، وتدخل تاني في مرحله اللي هو تصنيع الوقود النووي، واللي بيتبقى من الوقود بدفنه برضو في بطن الارض. اللي بعد كده دكتور بعد ذلك. المرحله اللي هي او الدوره الثالثه للان اف سي الخاصه باليورانيوم والبلوتونيوم، برضو بوصل لحد مرحله ان انا بستخلص الطاقه من الوقود النووي وبعد كده بطلعه من المفاعل. بعد ما اطلعه من المفاعل برضو بحطه في التخزين في الميه لمده 10 سنين لحد ما الاكتيفيشن بتاعته تقل، وبعد كده اخده اعمله كيميكال ريبروسيسنج استخلص منه اليورانيوم والبلوتونيوم وارجعهم تاني الاثنين دول في مرحله الايه التصنيع بتاعه الوقود النووي وهكذا. طبعا هنا في عندنا هنا حاجه جديده زادت اليومين دول اللي هو استخلاص النيبتونيوم، لان احنا اكتشفنا ان النيبتونيوم برضو ممكن يستخدم كوقود نووي، عشان دلوقتي احنا ممكن هنا نفتح قوس ونخليها بدل يورانيوم اند بلوتونيوم ممكن نخليها يورانيوم بلوتونيوم اند نيبتونيوم. طيب اخر سلايد يا دكتور، اخر سلايد وهو خطوات الانريتشمنت بتاعه اللي هي تخصيب اليورانيوم. طبعا الانريتشمنت بيعتمد على حاجتين، حاجه اسمها السيبريشن فاكتور وحاجه اسمها الانرجي كونسامشن. لما اجي اعمل فصل لنظائر اليورانيوم يهمني حاجتين، يهمني ان انا يكون عندي السيبريشن فاكتور عالي جدا عشان اقدر اخصب اليورانيوم بسرعه وما استهلكش طاقه، ثانيا يكون استهلاك الطاقه عندي لكل وحده يعني كل وحده كتل يكون قليل جدا. طبعا زي ما احنا شايفين هنا الليزر، طريقه الليزر السيبريشن فاكتور بتاعتها من 3 ل 15 ودي اعلى واحده هنا، الاعلى ان انا وصلت الكترو ماجنتيك. طيب الانرجي كونسامبشن بتاعتها ايه يا اولاد او يا شباب؟ من 10 ل 50 كيلو وات لكل وحده فصل، يعني تقريبا ببلاش. الليزر دي يعني اللي هي الدوله اللي ممكن تتحكم في الانريتشمنت عن طريق الليزر دي، هي دي اللي هيبقى عندها مستقبل الطاقه النوويه اللي جايه. طبعا لحد دلوقتي في دولتين بس في العالم بيقدروا يعملوا عمليه الليزر انريتشمنت، وهي روسيا وامريكا. على فكره الليزر انريتشمنت مش محتاج فاسيلتيز كتيره جدا، محتاج بس علم ان هو الواحد يقدر يكون يعني يحصل على العلم. العلم بتاعه برضه مش ضخم، يعني احنا مصر ممكن تدخل في مرحله اليورانيوم انريتشمنت. طبعا احنا كلنا نسمع عن اللي هو موضوع ايران والمشكله بتاعتها. ايران لو تمتلك موضوع الليزر انريتشمنت محدش يقدر يتكلم معاها، انما ايران بتستخدم حاجه اسمها الجاز ديفيوجن اللي هي شايفينها اللي هي
الاستهلاك القرار بتاعتها من 2300 2600 وعمليه الفصل بتاعتها واحد تقريبا. عشان كده هي بتمشي بخطوات بطيئه جدا، وطبعا احنا كلنا شايفين اللي هو الضغط السياسي الموجود عليها. اما اللي يمتلك الليزر انريتشمنت ده تقريبا هو ده اللي هيبقى عنده مستقبل الطاقه النوويه، وهيبقى دوله قويه جدا سياسيا وعلميا. انا اسف جدا لو كنت طولت عليكم والمحاضره بتاعتي انتهت. لو اي حد عنده اي سؤال اتفضل تحت امره. بص يا دكتور احمد، لو في امكانيات حضرتك تكلمنا عن المجالات بتاعه التوظيف بالنسبه للطلبه اكون شاكر جدا لحضرتك. يا دكتور انا اللي هو اللي انا اللي يعني اللي هو الكونتاكت بتاعي في مجال الهندسه النوويه، معظم المهندسين معظم هو كل المهندسين اللي بيشتغلوا في النيوكلير فول سايكل كلهم مهندسين كيميائيين، ما فيهمش مهندسين نوويين. المهندسين النوويين هم بس اللي بيشتغلوا في المحطه النوويه داخل المحطه النوويه. المهندس الكيميائي ممكن يشتغل يا اما في الفورس في النيوكلير فول سايكل او في الووتر تريتمنت او في الديسبوزال بتاعه المحطات النوويه. لو فرضنا ان المحط ان مثلا اللي هو مجال الطاقه النوويه في 1000 واحد بيشتغلوا، هنلاقي منهم 20 واحد بيشتغلوا في المحطه النوويه وحوالي 100 واحد اللي هم مهندسين كهرباء وميكانيكا، الباقيين كلهم هيبقوا مهندسين كيميائيين. يعني كده نقدر نفهم من حضرتك يا دكتور احمد ان المجال بتاع الهندسه الطاقه النوويه دلوقتي معتمد بشكل اساسي على الهندسه الكيميائيه، معتمد بنسبه 70-80% على الهندسه الكيميائيه ونسبه بالظبط اكتر من 90-80%. انت من خلال خبرتك في الفتره اللي هي من ساعه ما اتخرجت يا دكتور احمد لحد اما خلصت كده اجراءات الدكتوراه بتاعتك وشفت في السكيلز اللي يجب ان تتوافر في المهندسين ايه هي، بحيث ان احنا نقدر ننصح يعني تقدر تنصح اخواتك الصغيرين ايه السكيلز اللي يجب ان تتوافر في الطلاب على مدار السنين، بحيث ان هو واحدة بس يتخرج يا احمد يقدر ان هو يقدم او يقدر ان هو يشتغل في مجال الطاقه النوويه، ان يكون عنده الرغبه الشخصيه في التعلم، مش الرغبه بس، الرغبه والمجهود، يعني يبذل مجهود ويكون عنده رغبه شخصيه في التعلم، ده الحاجه الوحيده اللي لازم تكون موجوده فيه. السلام عليكم. ازيك يا دكتور احمد؟ الله يسلمك. مين معايا؟ دكتوره غاده ادري. اهلا، ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله. ازيك انت عامل ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. انت شرفتنا والمحاضره جميله جدا وممتعه جدا 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 يا دكتور احمد صراحه. الله يخليك يا دكتوره. الحاجه اللي انا عايز اسالك عليها، انت رحت روسيا وانت صغير كده عملت ايه في اللغه او اتعلمت ازاي؟ اول يعني ما وصلت دلوقتي تتكلم بلغه روسيه بطلاقه؟ دلوقتي بتكلم روسي زي الروس بالظبط. والله العظيم. والله الحمد لله. انا اول ما وصلت اخذت سنه اعداد لغه في الجامعه اللي انا جاي فيها قبل ما ابدا دراسه الماجستير. طبعا السنه دي ما كانتش كفايه، بس بعد كده مع الاحتكاك ومع الشغل اتعلمت اللغه صح لما احتكيت مع الناس هنا. بسم الله ما شاء الله يا دكتور احمد، يعني انا فخوره جدا 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 بيك جدا جدا، والمحاضره بتاعتك كانت شيقه. طب ممكن تدينا كده جمله باللغه الروسيه؟ قسم الهندسه الكيميائيه بيرحب بيكم مثلا. خيميتشيسكي انجينير خيميتشيسكي كافيدرا بريستويت فام. ما شاء الله. شكرا يا دكتور احمد وشكرا على وقتك، واما تيجي القاهره او مصر يا ريت تشرفنا في الاكاديميه يا ريت. انا اكيد هاجي باذن الله، انا باذن الله نازل اجازه شهر 7 باذن الله هاجي لحضرتك ان شاء الله. ما شاء الله يا دكتور. شكرا يا دكتور احمد. شكرا لحضرتك يا دكتوره. انا طبعا مش عارف هيبقوا موجودين ولا لا، بس انا حابب يعني اوجه شكر للدكتور احمد نصر والدكتور اسامه اللي كان بيدي ترانسفير والدكتوره غاده والدكتور حسام والدكتور حسن بركات والدكتور مصطفى والدكتوره هبه والبشمهندس حازم والدكتور حازم والدكتور محمد علي. طبعا اكيد انا نسيت ناس كتير بس نفسي اوجه لهم الشكر. طبعا دكتوره غاده والدكتور حسن بركات انا تعبتهم جدا وانا بدرس، طبعا كان عندي مشاكل كتير ومش عارف ايه، بس انا اتمنى انهم يسامحوني يعني. لا تمام يا دكتور احمد تمام، واحنا متشكرين جدا وسعداء بسماع صوتك، وان شاء الله باذن الله منتظرينك كده في الزياره اللي جايه لمصر باذن الله. ان شاء الله دكتور باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور احمد. شكرا جزيلا. دلوقتي الميعاد بتاعنا مع الدكتور عمرو احمد رزق.
باشمهندس عمرو احمد رزق هو خريج احد خريجي اكاديميه الشروق دفعه 2010، كان تقدير امتياز مع مرتبه الشرف، وحصل على الماجستير من هندسه كليه هندسه البترول والتعدين بجامعه السويس سنه 2017، وهو دلوقتي مدير العمليات بشركه ابو زعبل للاسمده والمواد الكيماويه وشركه اسوان للاسمده والمواد الكيميائيه، وكان شركة فيركم للأسمدة والمواد الكيميائية. فبنرحب بالدكتور عمرو أحمد رزق، والمايك مع حضرتك يا دكتور، تقدر تتكلم معانا دلوقتي. السلام عليكم دكتور مصطفى، سامعني؟ ايوه تمام كده يا دكتور عمرو، تمام. يبقى اسف جدا على التأخير ده. لا لا مفيش اي مشكلة، اتفضل. تسلم يا حبيبي. الاول انا احب اشكر اساتذتي اللي هم درسوا لي، دكتور حسن بركات، دكتور حسام الدسوقي، دكتور خلف الله يرحمه، دكتور احسان الله يرحمها، دكتوره غاده طبعا، دكتور مصطفى، دكتور هيثم، دكتور حازم، دكتوره هبه، دكتور علي. دول انا اتشرف ان هم كلهم درسوا لي وكانوا معايا في القسم، وبصراحه الواحد يعني هم لغايه دلوقتي معايا بالعلم بتاعهم، معايا كل الكتب بتاعتهم، كل حاجه انا كنت عينها لسه دلوقتي بتعلم منها، وهي كانت البيزكس بتاعتي في الماجستير او في شغلي حتى دلوقتي انا عايز اتكلم عن صناعه الاسمده وايه انا بشتغل بيها ازاي كمهندس كيمياء. طيب صناعه الاسمده دي من اهم الصناعات اللي هي بتفيد النبات او الزرع بتاعي، فهي على طول دايما معايا بدوام الزرع، والزرع كده مش هينتهي، فكده كده انا شغال كمصانع اسمده. طب هي بتفيدني في مصانع الاسمده دي، لو احنا بصينا هنا كده على الشرطين دول، هنلاحظ ان احنا الشرط اللي هو البلو لاين ده اللي هو تعداد السكان، تعداد السكان بتاعي ده هيفضل يزيد، وفي نفس الوقت الصناعه بتاعت الاسمده كانتاجيه هتزيد معايا. طيب ونفس الكلام برضو لو بصينا على الشرط الثاني هنا، هنلاقي ان احنا كاسمده المجال بتاعنا مفتوح لغايه ان شاء الله مدى الحياه، اللي انت كل شويه بتستخدم الاسمده دي ان هي بتزود الطاقه الانتاجيه بتاعت النبات وطاقه الارض، فانت كده شغال بالايه؟ بالاسمده دي. طيب لو احنا جينا بصينا على انواع الاسمده، انت كمهندس كيميائي دلوقتي هتطلع تشتغل بره، هتشتغل في مصانع اسمده ايه؟ في اسمده فوسفاتيه. الاسمده الفوسفاتيه دي هناخدها دلوقتي بالتخصص بالتفصيل يعني، اللي هي بتعتمد على الاساس بتاعها على خام الفوسفات. وفي اسمده اللي هي ازوت فيلترايزرز، اللي هي الاسمده الازوتيه اللي هي بتستخدم فيها غاز النيتروجين. وعندك الاسمده اللي هي الكومباوند اللي هي المعقده او اللي بنسميها الاسمده الذكيه، اللي هي بتبقى زي خليط، هناخدها برضو دلوقتي قدام. طب نمسك اول حاجه كده، انت كمهندس كيمياء اطلع بره تشتغل، تمام؟ هطلع اشتغل في مصانع الاسمده، اول مصنع ممكن يقابلك في مصانع الاسمده اللي موجوده في الجيش او ابو زعبل او اسوان او المصانع الجديده، في مصانع هتعمل في العاشر هنا برضو، حامض الفوسفوريك. حامض الفوسفوريك ده من انظر المصانع اللي ممكن تلاقيها في مجال الاسمده. ليه؟ هو كتكلفته كانشاء فيكسد اوبريتنج عاليه جدا، بس هو كمردود لا بيخش في صناعات كتير. طب انت لو مسكنا ككيميكال انجينير بقى، مسكنا مصنع غير الحامض الفوسفوريك ده، انا عشان انتجه كمهندس كيميائي لازم امر بايه؟ اول خطوه عندنا خالص الميلنج اللي هي الطحن. الميلنج دي كبروسيس احنا بندرس مواد كتير بتخدمنا في حاجه زي كده، مثلا بتقول لك السيرفيس اريا بتاعت الفوسفات اللي هيطحن ده لازم يكون له سيرفيس اريا نعومه معينه عشان اوصل لسيرفيس اريا معينه اللي هي تخش لي في الرياكشن بتاع كده عشان تديني اعلى انتاجيه واعلى برودكتيفيتي واعلى كواليتي. انا لو مش مهندس كيميائي ومش دارس الحاجات دي، انا هدخل الفوسفات سواء مطحون او غير مطحون هيبوظ لي المفاعل وهيبوظ لي الدنيا كلها وهيديني انتاجيه قليله جدا، وفي نفس الوقت اللوسز هتبقى عاليه جدا في العمليه نفسها. فدي اول دراسه كانت دراسه الاسمده هو حمض الفوسفوريك. وبرده في كذا بروسيس، في زي الفلتريشن وزي اللوسز اللي موجوده عندنا، لازم انت تدرس الحاجات دي كويس جدا قبل ما تخش الصناعه. طيب تاني حاجه عندنا من مصانع الاسمده الفوسفاتيه الاس اس بي اللي هو سنجل سوبر فوسفيت بس المحبب. انت ممكن تنتجه بس اللي احنا بنحببه عشان نوصل للووتر سولبل اللي هي الذوبانيه البسيطه. يعني انت لو بصيت للتكلفه لا انت هتلاقي ان المنتج نفسه اللي هو الجي اس اس بي اللي هو المحبب ده السعر بتاعه او تكلفته اغلى.
ليه اغلى؟ عشان انا كمهندس كيميائي لازم اعرف ان حاجه في حاجه اسمها السيرفيس اريا، ان انا بعمل له كوتنج، بخليه زي 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 سفير كده، عشان لما يجي يترمي في الارض يطول معايا شويه بدل ما يرميه باودر، فالارض تاخده ايه بشكل مباشر. طيب في برضو صناعه ثانيه اللي هي السلفوريك اسيد، صناعه حمض الكبريتيك. صناعه حمض الكبريتيك دي من اهم الصناعات اللي موجوده في صناعه الاسمده. طب ليه هو من اهم الصناعات؟ لان اي دوله بتتقاس كطاقه صناعيه بتقاس بالحمض ده. الحمض ده بيخش في صناعات كتير جدا كاسمده او غير اسمده، صناعه الفوسفوريك، الاس اس بي سنجل سوبر فوسفات، التريبل سوبر فوسفات. الحامض ده لو انت عشان تدرسه لازم تعرف حاجه اللي هي الابسوربشن تاور، ابراج اللي هي الامتصاص. لازم تعرف ان طبعا حاجه اسمها البي اتش، تعرف الرياكشن بتاعه بتاع الاس او 2 والاس او 3 والغازات دي، وازاي تتعامل معاها كبيئه. نخش في الصناعه اللي بعد كده اللي هي سنجل سوبر فوسفات. دي برضو دي من اول الصناعات خالص في صناعه الاسمده. يعني اي مصنع يجي يبدا يتنشئ او كده يقول لك نعمل سنجل سوبر فوسفيت. ليه سنجل سوبر فوسفيت؟ تكلفته مش عاليه اولا، ثانيا الصناعه بتاعته سهله شويه بالنسبه لصناعات زي الفوسفوريك او السلفوريك. الصناعات دي كومبلكس وفيها ريسك عالي. يعني صناعه الكبريتيك دي لو فيها اي خلل، اي مشكله، لو انت مش دارس صح تبوظ الدنيا كلها. تعاملك مع الجازز غير بالليكويد. لما تيجي تتعامل مع الجازز في بريشر، في تمبريشر. لو انت ما مش مشيك او بص على كل حاجه في كمهندس كيميائي كشغل بره تبقى فيها مشكله. عشان كده لما تيجي تعمل انترفيو وتيجي يسالك اللي هو الاتش ار او الناس اللي هم التكنيكال اللي بيتكلموا معاك هيسالوك كتير جدا في حوار الجازز، بالذات لو مصانع زي مصانع اسمده. طيب مصنع زي السنجل سوبر فوسفيت بتاعنا ده انا بعتمد على ايه؟ بعتمد برضه نفس الكلام على الميل. هي الفكره كلها انا عندي ميل، الميل دي بتوصلني لنعومه معينه عشان اعرف ادخلها الرياكتور. النعومه دي لو مش وصلت لها انا ببوظ الدنيا كلها قدام. طيب بكلم برضه في سنجل سوبر فوسفيت، بتكلم على الرياكشن، الرياكتور ديزاين. الرياكتور ديزاين خلي بالك منه جدا. انا بعمل ديزاين للرياكتور ده سي اس تي ار ولا بي اف ار ولا باتشايا، دي كلها صناعات. لازم حد ما تجيش حد يقول لك لا العلم ملوش علاقه بده. هو العلم ده الاساس للصناعه نفسها. لو انت ما عندكش الاساس نفسه بتاع الصناعه مش هتعرف تطور. انت هتروح المصنع هيقول لك احنا بنعمل نحط كذا على كذا بيطلع لنا كذا. طب انا ممكن اعمل حاجه ثانيه، زي مثلا لو احنا بنتكلم على الصناعه بتاع سنجل سوبر فوسفيت، احنا لسه دلوقتي بنتكلم من كام يوم انا عايز اعمل موديفيكيشن للرياكتور، عايز احدث من الرياكتور فيديني ريت اوف رياكشن عالي، فيديني انتاجيه عاليه وفي نفس الوقت الجوده اعلى، وهيقلل لي في الموديل خام. لو انت مش دارس صح مش هتطور نفسك ومش هيبقى ليك اسم بره. احنا كشروق لينا اسم بره ليه؟ عشان احنا بنطور نفسنا. اي حد يخرج يقول لك انا حضر ماجستير احضر دكتوراه ما بيوقفش، انما اللي غيرك لو وقف مش هيكمل. طيب نخش في الصناعه اللي هي التريبل سوبر فوسفيت. التريبل دوت هو المنتج ده اصلا اي حد بيصنعه بيصدره. مفيش حد مش ليه في السوق المحلي خالص. يعني ابو زعبل بيصنعه وجيش لسه تقريبا هيخش في المجمع بتاعه هيصنعه. الصناعه دي بتعتمد على الخام الفوسفات وحمض الفوسفوريك بتركيزاته، وفي نفس الوقت بتعتمد ان انت ازاي بتنقي حمض الفوسفوريك. لو انت خدت تاخد في النوت اوبريشن هتاخد حاجه اسمها فلتريشن، لازم تفهم الماده دي كويس جدا، عشان كل ما بتدخل المواد الخام بتاعتك بالتقنيه وانك تشيل منها الشوائب او تشيل منها الحاجات اللي انت مش عايزها. يعني في حاجات احنا مثلا بناخدها كالفوسفات يقول لك انت عندك حديد وعندك مواد تانية كتير زي المغنيسيوم او بس احنا بنقول في مواد انا اعرف اشيلها وفي مش عارف اشيلها، في مواد انا عايزها. يعني النبات نفسه محتاج عناصر من العناصر دي، العناصر بس عناصر الثقيله. طب التريبل سوفت بيعتمد على ايه؟ بيعتمد نفس الكلام برضو على الميل عشان اوصل سيرفيس اريا. طب انا هوصل عندي فوسفوريك وعندي فوسفوريك وعندك سنجل وعندك تريبل، الاثنين دول الثلاثه دول بيخشوا فيهم الفوسفات روك. فالفوسفات روك عندي في الفوسفوريك بيبقى لازم اوصل له نعومه مختلفه عن السنجل سوبر فوسفيت، نعومه مختلفه عن التريبل سوبر فوسفيت. دي بترجع لايه؟ ترجع للكيميكال رياكشن بتاعتك بتاع التفاعل. انا دلوقتي لازم ادرس كويس جدا حاجه اسمها ماس بالانس وكيميكال رياكشن، وماس بالانس وزود كيميكال رياكشن. انت في الدراسه بتاعتك كلها هتاخد حاجه اسمها ستيدي ستيت. ستيدي ستيت يعني انا بدخل كميه فوسفات ثابته وكميه حمض كبريتيك او حمض فوسفوريك ثابته في التفاعل بتاعي. انت بعد كده في الماستر هتاخد الان ستيدي ستيت، لا انا بغير في الفوسفات اللي داخل مع التايم وبغير في الحمض الكبريتيك اللي داخل مع التايم.
فانت لازم وانت بتدرس تربط الحاجات دي بالدراسه بتاعتك، ولازم في المشروع بتاعك تشتغل بالحاجات دي، الحاجات دي بتقلك لقدام. طيب نمسك، احنا قلنا ثلاث انواع من انواع الاسمده اللي هي الفوسفات فيرتلايزرز، اللي بعد كده اللي هو الازوت فيرتلايزرز اللي هي الاسمده الايه الازوتيه اللي معتمده على النيتروجين. هتلاقي عندك اليوريا وكالسيوم امونيوم نيتريت. الازوتيه عندك هنا في مصر تلاقيها في طلخه وبتلاقيها في مصانع الجيش. طيب اليوريا والكالسيوم امونيوم نيتريت، وعندك الليكويد امونيا، وعندك الامونيوم نيتريت، وعندك الامونيوم سلفيت. طب انا الصناعات دي كلها انا لما اجي اروح اعمل انترفيو لازم تعمل وانت داخل انترفيو عارف ان هو هيكلمك عن الجاز، الايديال جاز، معادلته، الريال جاز، البرنولي ايكويشن، لازم تكون عارف الكونتينيتي ايكويشن. طب انا دلوقتي بتعامل مع ليكويد ولا مع جاز؟ لما مع ليكويد الكونتينيتي ايكويشن يبقى اف في المساحه في السرعه. طب انا لو شغال في الجاز لا بدخل معايا الرو اللي هي الدينستي. انا باختلاف الدينستي كجاز، الجاز بيتعامل الدينستي بتاعته بتختلف باختلاف التمبريشر والبريشر، يبقى مدخل معايا الرو. بدل ما كنت بقول اي في بتساوي اي في لا بقول الرو اي في بتساوي رو اي في. الحاجات اللي بتسال عليها في الانترفيو بتسال، هاخد لكم برده في كورسات هقولها لكم قدام دلوقتي واحنا بنشرح هقولكم بالتفصيل، بس انا اللي يهمني في حاجه زي كده انك تعرف ان في اسمده فوسفاتيه وفي اسمده ازوتيه وفي اسمده اللي هي الكومبلكس، ودي دي المستقبل بقى. يعني انا لما باجي اتكلم في الاسمده فبقول ان دي الفيوتشر بتاع الاسمده دي. انت لو مهندس تقيل وفاهم في المجال ده هتعدي كتير جدا. ليه هتعدي كتير جدا؟ انا عشان ارمي في ارض مثلا 200 كيلو مثلا من الاسمده، لا انا ممكن ارمي 10 كيلو. ليه؟ الفرق كله ان انت بتدي للنبات الغذاء اللي هو عايزه. انت عندك ال NPK اللي هو النيتروجين فوسفورس بوتاسيوم، الثلاثه دول لو انت لعبت في النسب بتاعتهم هتعرف تغذي الارض، غير لما تدخل سنجل سوبر فوسفيت الاسمده الفوسفاتيه او تدخل الامونيوم نيتريت اسمده الازوتيه. نفس الكلام الماب، الماب والداب دول هم برضو المستقبل، اللي هو مونو امونيوم فوسفيت وداي امونيوم فوسفيت. اي مصانع دلوقتي بقت تتجه ان هي تطور من نفسها، ان هي تعمل الوحدات دي عندها، الوحدات دي الحاجات دي كلها بره تصدير، ما بتقعدش هنا في مصر. ليه ما بتقعدش في مصر؟ عشان بدخل بدي للارض نفسها كميات قليله وفي نفس الوقت بديني الانتاجيه الايه المطلوب. طيب نخش بعد كده في جزئيه ثانيه اللي هي الجوبز. انا كمهندس كيميائي هطلع اشتغل ايه بره؟ اول حاجه بتلاقي عندك لا برودكشن انجينير. ايه برودكشن انجينير؟ انت مهندس مسؤول عن العمليه الانتاجيه. لو جيت اول نقطه انت بتقابلها انت كخريج يقول لك ايه الفرق بينك وبين مهندس كيمي ككيميائي، في ايه الفرق بين المهندس الكيميائي والكيميائي؟ الكيميائي موجود في المعمل، الكيميائي اللي موجود في المعمل بيعمل لك التحاليل اللازمه ليك وانت شغال على خط الانتاج. انت المسؤول عن الطواحين، مسؤول عن المفاعل، مسؤول عن الفلتريشن، مسؤول عن البمبات والبروسيس اللي موجود عندك، مسؤول عن الخطوط دي كلها اللي ماشيه. الكيميائي بيعمل ايه؟ الكيميائي موجود في المعمل بياخد عينات من الحاجات دي ويبلغك بيها. لو بالنسبه للطواحين بيبلغك الميلز دي بيبلغك النعومه عامله ايه. بالنسبة للمفاعل بيبلغك لو كان سلاري يبلغك بالاس جي السبيسيفيك جرافيتي، اللزوكة بتاعتك بيبلغك بال السلفيت لو انت بتتكلم عن السلفيت الحر في التفاعل زي الحمض الفوسفوريك، بيبلغك عن الفري اسيد الحمض الزيادة او الووتر سولوبل في بالنسبة للاس اس بي والتي اس بي. ففي فرق كبير جدا بين كيميائي ومهندس كيميائي. انت مهندس كيميائي انت اللي بتدير المصنع ككل يونت اوبريشن. طيب ده بالنسبة للبرودكشن انجينير. طب في سيفتي انجينير، السيفتي انجينير ما يكونش اهميه عن البرودكشن انجينير، كل واحد له شغله. السيفتي انجينير دلوقتي بقى لما ياخد القوشه والحاجات اللي هي التخصص بتاعه بيبقى سعره اغلى جدا في اي مصنع. ليه؟ عشان هو المسؤول عن استكمال العمليه الانتاجيه. يعني لو كل يوم هنتج 200 طن وهاجي 10 ايام وقفت عشان انا ما عنديش سيفتي، كلمه سيفتي دي مش بتكلم عن الشوز وعن الخوذه والبدله، لا انا بتكلم عن موقف حصل مثلا اللي كان في مشكله في خط حامض كبريتيك. طب الخط حامض كبريتيك ده كان لازم يتلحم بس كان في نسبه حامض بتنزل. طب حامض الكبريتيك ده لو اللحام جه حامض الكبريتيك ده هيولع في الخط ولا الخط هيبقى فيش فيه مشكله؟ مين يعرف حاجه زي كده؟ بنجيب السيفتي انجينير. كلمه سيفتي انجينير انت مسؤول عن امان المصنع في الوقت اللي انت موجود فيه. مش امان او امان المهندسين والناس اللي موجودين، بس امان العمليه الانتاجيه. انا ممكن انتج 1000 طن في 20 يوم وممكن انتج 1000 طن
في 30 يوم. ايه الفرق بين الاثنين دول؟ ان انا بقف اعطال، الاعطال دي لازم السيفتي انجينير بيتدخل عشان ما يحصلش الاعطال دي. طيب لو جينا اتكلمنا عن الانفيرومنتال انجينير، ايه هو الانفيرومنتال انجينير؟ تطلع تشتغل بره كمهندس في جامعات بره، بيجوا عند التخصص كده زي ما عندنا، يقول لك عند تخصص مثلا بتروكيميكالز في سنه ثالثه. طيب في ناس برضو لها تخصص انفيرومنتال انجينير في سنه ثالثه. طب ايه هو الانفيرومنتال انجينير؟ هو مهندس المسؤول عن النظام البيئي في الوحده، وده ما يقلش اهميه برضو على سيفتي انجينير وبرودكشن انجينير. طب هو ايه اهميته؟ هو دلوقتي بيتابع الانبعاثات الغازيه او الاتربه اللي موجوده في الوحده، هو بيامن صحه الناس وفي نفس الوقت بيامن التعامل المصنع نفسه الوحده نفسها مع وزاره البيئه. لازم يكون الغازات اللي خارجه او الاتربه اللي خارجه دي تحت الليمت بتاع البيئه. لو هي مش تحت الليمت المصنع هيقف، ومع المصنع هيقف يبقى انت عندك كوست كبير جدا وعندك تكلفه كبيره جدا وعندك مفيش انتاجيه مفيش ربح. لازم ده دوره مهم جدا. بي طبعا في اجهزه ثابته وفي اجهزه بورتبل متحركه معاه، بيقيس الغازات او الاتربه اللي موجوده في الوسط البيئي او موجوده في المداخن. فانت الموضوع مش سهل خالص او مش قليل خالص. عندك مصنع زي مصنع حمد كبريتيك ده، الغاز الـ SO2 او الـ SO3 من الغازات الثقيله، يعني مش هو اتقل من الهواء، الماء ما يطلعش فوق الهواء ويطرك، لا ده بينزل لك تحت. بينزل لك تحت ده عامل زي انت بتغرق في ميه، تغرق في ميه بقى انت مش هتتنفس، مفيش خالص. مين اللي بيقول لك حاجه زي كده ويحميك من حاجه زي كده؟ هو الانفيرمنت انجينير، هو اللي بيمهد لك ان في مشكله بتحصل، فانت خلي بالك الغازات عماله تعلى، وقف الوحده وشوف لها صيانه او شوف حل المشكله لو مثلا مشكله. في جزء مهم جدا اللي هو ريسيرش اند ديفلوبمنت انجينير. لو انت رجعت من دلوقتي 5 سنين ورا ما كانش فيه القسم ده. القسم ده بداته الشركات الاجنبيه زي بي ان جي بورتبل اند، اللي هي الشركه اللي موجوده في اكتوبر اللي هي بتاعت برسيل، وشركه دي كبيره جدا يعني كشغل يعني كبيره جدا ومحترمه جدا. الشركات دي بتعمل ايه؟ بيجيب عندها ناس ار اند دي انجينير، اللي هي ريسيرش اند ديفلوبمنت انجينير. الناس دي بيتطوروا في العمليه الانتاجيه نفسها. انا دلوقتي بنتج 1000 طن، لا انت ممكن تنتج 1300 طن، تنتج 1400 طن. انت لما بيجي لك خبره من بره وبقى عندك مشكله مثلا في خطوط البخار، بيلاقي في ليكج، في بخار بيبقى مفقود عندك، انت بتبص لهم كانهم عندهم حد مات يعني. انت بيبصوا للخساره دي ان انت دي تكلفه عليك وده فلوس انت بتضيعها. فالناس دي اللي بتشتغل ايه؟ بيشتغلوا في المعامل، بيشتغلوا في الابحاث. الابحاث العلميه دي من اهم الابحاث اللي انت ممكن تشتغل عليها. انا بقول لك مثلا هي الاسمده اللي هي المركبه دي المعقده دي، لو انت اشتغلت نانو تكنولوجي فيها انت ممكن الكيلو هيجيب طن بدون مبالغه. ليه؟ انت اديت للنبات اللي هو عايزه، مجرد اديت للنبات اللي هو عايزه خلاص يبقى انت كده كفيته. طيب في ايه تاني عندنا كواليتي انجينير. ايه هو كواليتي انجينير؟ هو مهندس الجوده ده بيتابع العمليه الانتاجيه كلها ككواليتي. يعني ككواليتي انت ممكن تنتج 1000 طن بس ال1000 طن دولت اصلا بمثابه 100 طن. طب ليه؟ عشان الحامض اللي جواهم قليل جدا. انت ممكن تنتج ال1000 طن دولت في حاجه اسمها توتال، لما تخش في المصانع وكده يقول لك توتال بوت او 5، انت عندك ك اس اس بي وتي اس بي انت عندك قد ايه نسبه بوت او 5 فيهم؟ انا ممكن تنتج 100 طن وفيهم بوت او 5 2-3%، مش ما لهمش النبات مش هيستفاد بيهم حاجه. يقول لك لا انت عندك مشكله في المصنع، راجع يوم راجع مين بقى؟ يراجع للبرودكشن ويراجع للار اند دي، راجع لهم هما الاثنين وراجع للبروسيس. لسه هنجي له دلوقتي. كواليتي انجينير في مشكله عندي في الجوده، فانتوا خلي بالكم ان انا عندي مشكله، فالمشكله دي للبرودكشن يشوف الكميات اللي هو مدخلها قد ايه مناسبه او لا، وفي نفس الوقت الار اند دي يراجع ايه البيانات. وفي برضو عندنا البروسيس انجينير. البروسيس انجينير ده لازم يكون اشتغل برودكشن واشتغل ار اند دي وشاف او اتعامل كتير جدا مع السيفتي والانفيرومنتال والكواليتي. بروس انجينير ده عشان يجوا يصطفوه لازم يكون درس الناس دي كلها وفي نفس الوقت معاه كورسات كتير. يعني لما عشان اخد انا بروس انجينير ده انا خدت لي بتاع 20 كورس، ولما جيت اترقى من مدير عمليات ابو زعبل الاسمده وبعد كده مسكت جنب شغل مدير عمليات اسوان وبعد كده مدير عمليات بيركيم، لا عديت بحاجات كتير جدا عشان اخد البوزيشن ده. هو كله فضل من ربنا وفضل الناس اللي هم علموني الكلام ده. في ناس حاطط لي بيزكس، البيزكس دي انت اللي بتبقى انت اقول يكون عندك، وبعد تطور من نفسك في الماستر او الابحاث اللي بره او تنشرها او ما تقفش عند ليميت معين. ده بفضل ربنا ثم الناس يعني. طيب نيجي بعد كده على جزئيه مهمه جدا. طب انا خلاص انا دلوقتي اخدت انواع الاسمده وفهمت الاسمده اللي موجوده في مصر ايه، واخدت
الجوب بتاعتي انا ممكن اشتغل ايه او ايه او ايه. طب انا دلوقتي الكورسات اللي انا بدرسها في الخمس سنين بتوعي دول، انا ايه اهم الكورسات اللي انا لازم ابقى ملم بيها جدا؟ الماس ترانسفير والهيت ترانسفير. انت عندك كوندكشن كونفكشن راديشن، لازم كل الحاجات دي انت عارفها. عارف ماس بالانس، الماس بالانس ده سواء مزود كيميكال رياكشن او ويست كيميكال رياكشن، بتعامل مع ليكويد، بتعامل مع جازز. قاعده لشاتيليه، انت بتعامل مع بريشر تمبريشر، بتعامل النمبر اوف مولز بزودها بزود. اذا انت تبقى انت عارف لشاتيليه ده ليكويد ولا جاز، بتعامل مع على طول مع جازز. طيب الهيت بالانس، الهيت بالانس بتاعه وحاجات زي السيرمو. انا نيجي دلوقتي للسيرمو، لازم الحاجات دي كنت فاهمها كويس جدا ودرسها كويس جدا عشان تبقى انت داخل المصنع فايق. يبقى انت مبقاش اللي بيخش المصنع ويعيش فيه اربع خمس سنين من غير ماستر او من غير دراسه بره بينام. معنى كلمه بينام بيقول له خمول، هو خلاص حفظ انت بتدخل قد ايه والدنيا معاه ماشيه شغاله، خلاص هو بيبقى دماغه بيقل. انت كمهندس لا، انت بتدرس الخمس سنين بتوعك وبتطلع المواد دي معاك عشان كده كده اي تخرج هتشتغل لازم في حاجه تكنيكال. تكنيكال هتخش امتحان تحريري، هيبقى معاك ورقه هتمتحن فيها، الحاجات دي لازم تكون عارفها كويس جدا. طيب نمسك الكورس اللي بعديه اللي هو ماتيريال سيلكشن. ماتيريال سيلكشن ده لو انت مش عارفه انت كده بتضيع المصنع. ليه بتضيع المصنع؟ لازم انا اشوف الماتيريالات بتاعتي اللي انا هستخدمها، ايه الماتيريال دي علاقتها بالالكتروكيميكال سيل. طب انا بيحصل كوروجن، كوروجن ده يحصل نتيجه ايه؟ انت ممكن عندك خط عمال ينقط على ماسوره وتلاقي الماسوره دي بعد كده الحمض ضرب منها. طب ضرب منها ليه؟ طب ما انت عرضتها للميه والهواء، الميه والهواء في الظل ده انت بيحصل لك كوروجن عالي، معدل التاكل عالي منك، خلاص الخط كله راح. لا، لازم تكون عارف عندك ماتيريال سيلكشن وانت بتشتغل ديزاين، لازم كويس او تبقى عارف حاجه زي كده. وانت شغال في البرودكشن لازم تبص على الخطوط نفسها فيها التاكل ده، التاكل جه منين، لازم تشوف الحاجات دي. طب انا دلوقتي بشتغل في الديزاين وعايز اعمل تانك، انا هطلع مثلا هدرس فهشتغل في الجزئيه دي. طب التانك ده اتحط فيه ايه؟ هتحط فيه حمض فوسفوريك، حمض كبريتيك. يبقى لازم الشرطات نفسها بتاعتي اكون عارف. في حاجه زي الفيز دايجرام، الفيز دايجرام عندك اي ماتيريال، اي ماتيريال بيشتغل بيها زي كان ليكويد مثلا ان او اتش، كان H2SO4، كان H3PO4، حمض فوسفوريك، الحاجات دي كلها ليها فيز دايجرام. الفيز دايجرام ده بيقول لي التريبل بوينت، الكريتيكال تمبريشر، كريتيكال بريشر اللي موجود عندي عشان اعرف اعمل سيلكشن للحاجه اللي هصنعها. طيب عندي الفلويد ميكانكس، الفلويد ميكانكس لازم اكون عارف ان هي في ستاتكس وفي داينامكس. ستاتكس اللي هي التنكات الليكويد اللي هو في تنكات ثابت. طب انا في ليكويد تاني اللي هو الاستاتكس، الداينامكس، الداينامكس اللي هو الفلويد اللي بيتحرك في المواسير عندي، ده له معامله وده له معامله. طب في حاجه عندي اسمها كونتينيوتي ايكويشن، معادله الاتصال دي، اللي انا بقول ان انت عندك فلويد داخلي وفلويد خارج. الفلويد ده اللي هو مين؟ لازم اكون عارف ان هو جاز، يا جاز يا ليكويد، ما فيش سوليد عندي فلويد. لازم اكون عارف برضو عندي ان في الجاز معاملته بتختلف عن معامله الليكويد، سواء معادله الاتصال مثلا اي في زي ما قلنا من شويه ورو اي في، معادله برنولي. انت اي امتحان تكنيكال بتخش لازم يجي لك معادله برنولي. ليه معادله برنولي؟ عشان انا لازم اعرف الفيلوستي والبريشر والتمبريشر عند نقطه بمعلوميه نقطه ثانيه، لازم احاول احدد النقطتين بتوعي واحدد الستريت لاين اللي هو الزد. ارجع للحاجات دي عشان الحاجات دي هي المين وانت داخل اي امتحان تكنيكال، وانت داخل اي شركه بره. ما بتكلمش اسمده بس، اسمده هتخش مصانع اللي فيها الغاز الطبيعي، بترول، الحاجات دي كلها هي بيزكس، بيزكس عند الكل. تمام؟ طيب لو جينا عند الثيرمودينامكس، الثيرمودينامكس لازم نكون عارف الفيرست لو والسكند لو والثيرد لو. وفي حاجات كتير قوي في الماده دي انت ممكن تبص لها، تكون عارف يعني ايه سيستم، السيستم وايه السراوندنج اللي حواليه، واوبن، ايه الفرق بين اوبن سيستم وكلوز سيستم، والانسالبي، يعني ايه انسالبي يعني انتروبي، الستيم تيبل. الستيم تيبل مفيش اي مصنع بيشتغل غير بغلايات، الغلايه دي بتشتغل ازاي؟ اشتغل بستيم، بتديك ستيم. طب لازم ابص على الستيم تيبل، لازم اعرف هي عند بريشر كام والتمبريشر كام، انا الستيم بتاعتي فين؟ في الساتيوريتد ستيم ولا في السوبر هيتد؟ لا، عشان الحاجات دي هتفيدني في ايه؟ الحاجات دي هتفيدني ان انا هبقى تقيل في المصنع، مش هبقى انا دوري ان انا شغال بدخل 40 طن من A و50 طن من B عشان الدنيا قد كده من C ومفيش عندي مشكله. لا، الحاجات دي اللي بتتقلك. انت كل ما تكون انت مهندس عندك معلومات زياده،
طول ما انت بتبقى مهندس تقيل. تمام؟ طيب الانجليش لانجوج لازم يكون عندي لغه. التعامل كله بيبقى مع اجانب، شركات الاسمده او البترول او بقى تعاملك مع الناس اللي بتيجي بره اجانب، فلازم يكون معاك اللغه. لازم تكون وانت في اول سنه فبعد اعدادي لا يبقى معاك، انت مثلا هتروح كورس معين في اللغه هاخد كذا ليفل واتعامل بره مع اللغه بتيجي بالممارسه. هتاخد التويفل او التوفل او حاجه زيه، بس اللغه بتيجي بممارسه. ما ينفعش انا اكون قاعد في البيت، لازم اكون قاطع لي علاقه بره مع اجانب. وبالاخص خليك في مع الهنود، الهنود اللي عندهم اللانجوج ضربه خالص، فهم هيعلموك ايه بالتعب شويه بس هتتعلم كويس يعني. طيب نخش بعد كده في البرمجه. البرمجه دي من اهم الحاجات برضو اللي هي بتتقل. انت عندك الهايسيس، في ناس بتاخد هايسيس، في ناس بتاخد في ام جي سيميوليشن بحاجه زي الهايسيس، وفي برنامج اسمه كيم كات. كيم كات ده الهايسيس بيبقى له شغل بتروليوم اكتر، الكيم كات بيبقى ان اورجانيك اكتر. في اللينجو، اللينجو ده برنامج بيحل لك معادلات كتير جدا، بيخليك انت تعمل ديزاين. لان لما خدت الكورس بتاع الوان اوف مين ارب كودر اللي هو كان من دبي، كان منحه من دبي، قعدت فيها 6 شهور. انا راجل بحب الشغل ك فيرتلايزرز او كبروسيس انجينير. انا على فكره برضو اشتغلت بره شغل برايفت. شغل برايفت ده كان مصانع تانية بتروكيميكالز او كده، مش فيرتلايزرز بس. انت كمهندس بتدرس الحاجات دي كلها عشان انت كديزاين ليك قدام. طيب اللينجو ده بيعمل لك ايه؟ اللينجو ده بيعمل لك انت ديزاين انت بتصممه بايدك، زي ما خدنا كده في المنحه بتاعه دبي. قعدنا 6 شهور فيها والحمد لله امتحنتها وطلعت من اول 10 الحمد لله يعني. ف ادرس وتعلم عشان تبقى حاجه للكليه اللي انت كنت فيها، لبلدك، لزمايلك، كله خير للاخر يعني. طيب في ماده برضو ان اورجانيك اندستري، الماده دي مهمه جدا في الـ في الـ في الـ في الفيرتلايزرز. بيديك كل حاجه، حتى كان بيدينا الدكتور حسام الله يمسيه بالخير كان بيدينا سيراميكس، هتاخد فيها الاس اس بي والتي اس بي والفوسفوريك اسيد وصناعه السيراميك بشكل محترم جدا. وهتعرف فيها ان انت عندك في اول خطوه اللي هي بريليمينري ستيب اللي هي بتاعه الميل، او انت بتاعت انك بتجهز الماده الخام بتاعتك عشان التفاعل، وتاني خطوه اللي هي الرياكشن، وتالت خطوه اللي هي الاستورج او انت بتعمل جوده على الاستورج. طيب ديكي بعد كده انا قلت اجيب لكم حاجتين كده تكنيكال بساط خالص يعني. احنا قلنا اي مصنع انت بتيجي تعمله بتبص على حاجه اسمها انفيرمنتال لو اللي هي القوانين بتاعه البيئه. لازم اي مصنع يكون القوانين اللي انت هو شغال تحت حدود البيئه، عشان بيكون عند كل مدخنه، عند كل داست، عند الموقع نفسه بيكون عندك جهاز. الجهاز ده بيقول لك انت تحت الليمت ولا فوق الليمت، وانت لو عديت الليمت انت اوريدي المصنع بيقف لوحده، مش محتاج حد يوقفه. طيب الحاجه اللي احنا خدتها هنا سيليكشن ليها، يعني لو انا بتكلم في الجزئيه بتاعت الميل اللي هي قبل الرياكشن، اخدت الجزئيه بتاعت الباك فلتر. طب ايه هي الباك فلتر؟ الباك فلتر ده نظام اتعمل عشان ياخد الدست اللي هو مور فاين. عندك لو جيت بصيت على البارتكلز، في بارتكلز تلاقيها خفيفه قوي قوي اللي هي بتبقى اخف، تقولها اخف من الهواء، فبالتالي تلاقي ايه طالعه لك فوق، وتلاقي فيها منها سسبنت اللي هو معلق. فانا بجبر المواد اللي هي الدست دي ان هي بتجي لي في سيكلون، وبعد السيكلون ده اقوم ايه ممررها بحاجه اسمها باك فلتر. ايه الباك فلتر ده؟ الدست بيخش لي من هنا، دي حاجه جزء تكنيكال كده. الدست بيخش لي من هنا، لما يخش لي من هنا بيبقى في عندي هنا زي نظام باجز اللي هي زي الشنطه كده. الشنطه الكبيره دي اللي بيحصل عندها الدست ده يخش يملى الباجز دي بس من بره، يعني هو بيبقى زي ادسوربشن كده. ادسوربشن عليها زي كاتاليست كده، هي ادسوربشن كده عليها من فوق ويملى لك الايه؟ الخط اللي ورا اللي بره ده كله. بعد كده يحصل ايه؟ تقوم انت جايب اير ده اللي بنسميه بالس اير، يعني دفعه مره واحده. البالسه دي بتكون البار بتاعها يوصل ل 8 بار. طب ليه 8 بار؟ انا بوصله 6 بار و8 بار عشان لما يخش ويخش لي جوه الباجز دي يخش ببريشر عالي قوي، فينفض لي الداست ده فيرجع تحت ايه؟ سوليد، اجمعه ويخش لي تاني في العمليه الانتاجيه. طيب ايه البروسيس اللي بعديها برضو؟ ان الجزئيه الثانيه هتا تكنيكال برضو اللي هي الجاز سكرابر. مفيش عندك مصنع ما فيهوش جاز سكرابر، سواء بتروكيميكال او فيرتلايزرز او كيميكال. طب ايه هو جاز سكرابر ده؟ معتمد على ايه؟ بيعتمد على الابسوربشن تكنيك. انا بجيب ماده سولفنت ووتر وات ايفر، اي سولفنت، الماده دي بشوف الكميه اللي بدخلها قد ايه،
باجي هنا كده ده التانك بتاع الكيميكالز بتاعي السولفنت او الووتر بدخله هنا كده وفي بامب سيركيوليشن. بامب سيركيوليشن دي بتيجي هنا كده ده بنسميه فينشوري. ايه الفينشوري ده؟ اللي هو الاورفيس اللي انت هتاخده لو انت درست برنولي هتاخد في حاجه اسمها اورفيس. الاورفيس ده انا بدخل الفلو من كميه كبيره بضغط عالي اللي ايه لخنق الاورفيس بتاعي فبزود السرعه بتاعه الايه السولفنت. لما السرعه تزيد هتلاقي هنا بايه الانتشار بيزيد. لما الانتشار بيزيد ايه اللي بيحصل؟ ياخد اكبر كميه غازات نازله لي طالعه تنزل لازم الغاز بينزل لي من هنا. الغاز بيجي ينزل لي من هنا كده الغاز اللي هو الاس الاتش اف او الغازات اللي هي مضره بالبيئه دي بدخلها من تحت وبقى ايه من فوق كده بعمل لها ابسوربشن فبتنزل كلها تحت. فكل فتره تحصل سيركيليشن سيركيليشن بتلاقي عندك الكونسنتريتد نفسه بتاع الحامض ده بيزيد فبتضطر انك ايه انك تطلعه بره. لو انت بتتكلم مثلا اتش اف اللي هو في مصانع الاسمده الاس اس بي او تي اس بي او فوسفوريك اسيد بيطلع منها اتش اف فبنضطر ان احنا نعمل ايه الحامض اللي بيطلع لك اسمه اتش 2 اس اي اف 6. الحامض ده بيتباع وفي اوقات تانية بنجمعه وايه ونخرجه بره بس هو في اوقات كتير جدا بيتباع هو مطلوب يعني. طيب دي بالنسبه للجزئيه الثانيه بتاعت السكرابنج ايه سيستم. قلت اخد لكم جزئيتين تكنيكال كده برضو ايه ليكم. طيب لو انا بتكلم بقى عن المصانع بتاعت الاسمده اللي موجوده انا ما قلتش ما جبتش كتير يعني قلت اجيب لكم كذا مصنع كده. الاول مصنع اللي هو ابو زعبل للاسمده مصنع انا شغال فيه ومصنع اسوان برضو اللي هو انا شغال فيه ومصنع بيركيمي. الثلاث مصانع دول الايميل بتاعهم اللي هو زي ما شايفينهم كده ده الايميل بتاع التوظيف فانتوا ممكن تبعتوا عليهم باذن الله يعني وكان في خير ربنا ايه يوفقكم ليه يعني باذن الله. وفي حلوان الاسمده ده الميل بتاعهم وفي شركه الدلتا دي برضو اسمده ده الميل بتاعهم ودي شركه النصر الاسمده ودي ايفر جروب ده الاكونت بتاعت اللي هم عندهمش ميل توظيف فده الاكونت بتاعهم هتخشوا عليه وايه ولو في جوب ولا حاجه هم بينزلوه. برضو في مصانع ثانيه كيميكالز زي بي ان جي برضو بعت لهم شركات من الشركات الجميله والتقيله وهو يعني من حاجات التكنيكال عاليه برضو. بس انا كده خلصت انا كنت بس حابب انوه عن حاجه معينه. المواد اللي انتوا بتدرسوها دلوقتي يعني حاولوا تعملوا لها سيلكشن وتلخصوها في ورق بحيث ان الحاجات دي هي اللي هتبقى ليكوا لقدام. بس شكرا شكرا دكتور. انا متشكر جدا يا دكتور عمرو على المحاضره الجميله بتاعت حضرتك دي واللي انت اتكلمت فيه حاجات كتير من مع الشباب اللي هي المطلوبه معاهم والميلاد بتاعه الشركات علشان التوظيف اللي منهم بعد كده يتخرج يعني والكلام ده بالاخص لسنه رابعه. فانا متشكر جدا لحضرتك يا دكتور عمرو على الاستضافه الجميله دي وان شاء الله باذن الله يعني في مؤتمرات وفي اجتماعات تانيه حضرتك تبقى حاضر معانا فيها باذن الله. ربنا يكرمك يا اسلام تسلم يا دكتور مصطفى. معانا دلوقتي البشمهندسة هيا محمد السيد باحث مساعد بجامعة زويل. هي خريجة قسم الهندسة الكيميائية دفعة 2013 وحصلت على درجة الماجستير في هندسة التآكل من كلية هندسة البترول والتعدين في 2018 وحاليا بتعمل دكتوراه في جامعة القاهرة في المجال تحلية ومعالجة المية بالمنحة من جامعة زويل. اتفضل يا دكتور هيا المايك مع حضرتك. السلام عليكم. شكرا دكتور مصطفى على كلام حضرتك وفي البداية أنا بصراحة يعني يعتبر شرف كبير ليا أني أنا موجودة النهاردة وسط الأساتذة بتاعتي ووسط الناس اللي يعني هم ليهم دور كبير جدا في اللي انا فيه دلوقتي وفي شغف بتاعي بالمجال بتاعي فانا بعتبرها اضافه ليا بجد ان انا موجوده مع حضراتكم النهارده واحب ان انا اشكر حضراتكم واشكر كل حد درس لي في القسم. بس في البدايه انا حابه اشكر باشمهندس محمد عاشور هو حاضر معانا الكونفرنس من الامارات من شركه جي اف اي ستيل فمرسي جدا برضو لحضور حضرتك وهنستفاد منك ان شاء الله برضو في التعاملات ما بيننا وبين القسم مستقبليا. انا النهارده باذن الله هتكلم مع حضراتكم عن مشكله او ازمه من الازمات اللي موجوده في مصر وهوضح دور المهندس الكيميائي ودور الهندسه الكيميائيه في حل هذه الازمه.
ازاي المهندس الكيميائي بيساهم في وضع حلول لازمه المياه الموجوده في مصر حاليا. ان شاء الله خلال البرزنتيشن كده هحاول اتكلم على 3 بوينتس اساسيه. اول بوينت هتكلم يعني مبدئيا كده عن ازمه المياه في مصر، هقول لحضرتك يعني هوضح شويه ارقام بتوضح الازمه فعلا في مصر حاصله. وهتكلم تاني حاجه عن دور المهندس الكيميائي في انه يقدم حلول لحل الازمه دي. وتالت بوينت هتكلم على مثال كده بسيط او بروسيس من البروسيس الحديثه اللي بتطبق دلوقتي في مجال الديسالينيشن او في مجال الووتر تريتمنت. مبدئيا كده بصراحة احنا في مصر عندنا يعني تشالنج كبير جدا بالنسبة لمجال المية او بالنسبة لموارد المية. مصر فيها هاي جروس بوبوليشن، وللأسف الهاي جروس بوبوليشن او النمو السكاني الكبير ده مش بيقابله تطور في الموارد المائية في مصر. ببقى دلوقتي في وضع ان انا عندي كثافة سكانية او نمو سكاني متزايد كل سنة، وقصاد النمو السكاني ده مفيش development في الwater resources في مصر، وده طبعا بيعمل high stress على الموارد الطبيعية اللي بتوفر لي مية في مصر. فبالتالي انا بلاقي نفسي دلوقتي قصاد ازمة، ودلوقتي انا عندي الصورة دي بتوضح لي بالجوجل ايرث مصادر المية موجودة في مصر. يعني مثلا مصر بتحصل على نسبة 55.5 مليار متر مكعب في السنة من نهر النيل من المية. نسبة الامطار والمياه الجوفية بتكون حوالي 8.3 مليار متر مكعب في السنة. الموارد المائية اللي بحصل عليها من عمليات الديسالينيشن بتبقى بنسبة 2.1 مليار متر مكعب في السنة. طيب الكمية أو النسبة دي من الموارد المائية في مصر أنا بستخدمها في إيه أو بستغلها في إيه؟ أول حاجة بالنسبة لي الدوميستيك يوزز أو الاستخدامات المنزلية أو الاستخدامات بتاعة الإنسان العادي من الاستخدامات المائية اليومية يعني للبشر أو للإنسان الطبيعي، من شاور، من استخدامات في مياه الشرب أند واتيفر. يعني بستغل حوالي 9 مليار متر مكعب في السنة من موارد الماء في مصر. الصناعة بستغل فيها أو بستخدم فيها 2 مليار متر مكعب في السنة. الزراعة والري بصراحة هي أكبر نسبة من المية بتكون راحة، حوالي 80% من موارد مصر المائية بتروح للزراعة والري. فاحنا مثلا لو حاولنا كده نشوف من الارقام دي، هو مبدئيا في الكوتا العالميه او في نسبه عالميه محطوطه بتقول ان كل فرد المفروض انه يكون بيحصل على 1000 متر مكعب من المياه سنويا، واي بلد بيكون فيها نسبه الفرد او بيوصل للفرد اقل من النسبه دي انا بصنف البلد دي على طول ان هي فيها ازمه مائيه. تمام. طيب دلوقتي احنا لو بصينا لنسبة المية الموجودة في مصر، ولو قلنا يعني مثلا هي نسبة 55.5 من الموارد المائية في مصر، لو قسمنا النسبة دي على التعداد السكاني اللي هم الالف مليون نسمة عندنا، هلاقي ان الفرد الواحد بيطلع له 550 متر مكعب من المية في السنة. واحنا بنقول ان الكتلة العالمية بتقول المفروض الفرد الواحد يكون بيحصل على 1000 متر مكعب من المياه في السنة. فطبعا كده مصر من الدول اللي بتتصنف ان فيها ازمة مائية او فيها ازمة بالنسبة لموارد المياه عندنا في مصر. طيب ده معناه انه احتياج الفرد بيوصل للنص الاحتياج المفروض بيكون الفرد يعني بيوصل له من المياه كل سنة. من هنا بيبدأ معايا احتياجي لي ان انا اشوف الازمة دي ازاي احط لها حلول، او ازاي ابتدي احاول ان انا اضع كمهندس كيميائي او ايه هي استخدام الهندسة الكيميائية والمجال بتاعنا في وضع حلول لهذه الازمة. طيب لو بصينا كده مع بعض قبل ما نتكلم دور المهندس الكيميائي في حل الأزمة دي، أنا عايزة بس ألفت انتباه حضراتكم لحاجة، إن مصر تعتبر من أكبر الدول الرائدة في مجال إعادة استخدام المية، وإن أكبر حجم استثمارات موجودة حاليا في مصر هو الاستثمارات في محطات المية ومعالجة المية. مصر بتخصص حوالي 400 مليار جنيه في مشروعات تحلية المية ومعالجة المية. ولو سمعنا عن مشروع حياة كريمة، مصر صرفت مشروع حياة كريمة ده المفروض ان هو بيتكفل بتوفير محطات مية وصرف صحي ومعالجة مية للدول او اللي هي المناطق الريفية والحاجات دي، مصر صرفت عليها حوالي 500 مليار جنيه. فده طبعا بيعرفني او بيخليني كمان عارف ان مصر بتسعى بكل مجهوداتها لحل هذه الأزمة. ومن هنا هبتدي اتكلم على دور المهندس الكيميائي في المجال ده. وعلى فكرة في نقطة مهمة، احنا كمهندسين كيميائيين بيسمونا في مجال المية او في مجال ازمة المية بيسمونا مهندسين حل الازمات. الرول بتاع المهندس الكيميائي او الدور بتاع المهندس الكيميائي كبير جدا في المجال ده.
أنا في البداية كمهندس كيميائي بحاول أعمل محاكاة للطبيعة بتجارب على سكيل صغير، يعني مثلا ببتدي إن أنا أحط لنفسي أو أبتدي إن أنا أعمل تجارب على مستوى اللاب بتاعي أو على مستوى المعمل بتاعي على سكيل صغير، بوصل بالتجارب دي بريزلت معينة، هي دي اللي في الآخر بتعرفني أو بتخليني أبتدي أطبق الحلول بتاعتي دي على لارج سكيل وأبتدي أعرضها للسوق أو أبتدي أعرضها على مراكز البحوث وأقول أنا وصلت لحل ممكن يساعدني في حل الأزمة الموجودة في المياه حاليا. طيب المهندس الكيميائي بيعمل إيه أو إيه هو الدور بتاعه في حل مشكلة المياه في مصر؟ هنلاقي إن المهندس الكيميائي بيقدر إن هو يصمم وينفذ ويشغل كل ما يتعلق بمحطات تحلية المياه ومحطات معالجة المياه ومحطات الصرف الصحي، بيقدر ان هو يحط مخططات ومقترحات وحلول جديده لاستغلال الموارد المائيه في مصر. على فكره بالمناسبه احنا قوتنا او الميزه فينا كمهندسين كيميائيين ان احنا عندنا قدره كبيره جدا في التعامل مع جميع التخصصات التانيه بمرونه ووعي كبير. ليه؟ لان احنا اصلا خلال دراستنا، يعني خلال دراستنا كمهندسين كيميائيين بندرس بيزكس من تخصصات كتير، فبكون واصل ان انا كمهندس كيميائي في النهايه عندي قدره على تعامل مع اكتر من او بفهم اكتر من تخصص او بفهم اكتر من فبلاقي نفسي وانا بتعامل في مجال حل اي ازمه ما ان انا عندي وعي وعندي مرونه في التعامل مع بقيه التخصصات التانيه، وده بيساعدني طبعا ان انا اوصل لحل الازمه دي بسهوله. هلاقي انه بجانب ان المهندس الكيميائي بيقدر ان هو يصمم وينفذ ويعمل محطات معالجه المياه، هلاقي ان هو كمان له قدره على انه يستغل ويطور وينمي الموارد المائيه اللي اوريدي موجوده. بيعمل انظمه وبيحط انظمه وهياكل، بتقدر الانظمه والهياكل دي تساعده انه يحقق اكبر استفاده من الموارد الطبيعيه اللي موجوده للمياه في مصر. بإضافة على كده إن المهندس الكيميائي برضو بيقدر إنه يحط هياكل ويصمم أنظمة تساعد على الحماية من الفيضانات وتساعد كمان على معالجة المياه الجارية أو مصادر المياه الجارية في مصر. طيب الدور اللي بيقوم بيه المهندس الكيميائي اللي أنا وضحته بس باختصار، الدور ده بيتم من خلال أكتر من مؤسسة، فأنا حابة أتكلم مع حضراتكم أو أعرفكم إيه هي المؤسسات أو إيه هي الأماكن الموجودة في سوق العمل اللي هتحتاج لينا كمهندسين كيميائيين وبتبتدي إنها تستخدم الفكر الهندسي أو فكر المهندس الكيميائي في حل الأزمة دي. طيب المؤسسات دي في البداية هتكلم على أول حاجة المكاتب الاستشارية. المكاتب الاستشاريه بتستعين بالمهندسين الكيميائيين يعني بسكيل كبير جدا، بيستعينوا بالمهندس الكيميائي في انه يحط خطط لتنميه الموارد المائيه في مصر، وانه ازاي نقدر انه نتعامل مع الموارد المحدوده وازاي يحاول ان هو يعيد تقسيم الموارد دي ويستفيد منها باكبر قدر. تاني حاجه عندي الانترناشنال دونر اورجانيزيشن اللي هي الجهات التنمويه او المؤسسات التنمويه، دي بتبقى مؤسسات عالميه. المؤسسات العالمية دي بتكون موجودة في مصر بتساعد على أو بتحاول إنها يعني تساعد مصر في مجالات الصناعة ومجالات الاستدامة البيئية ومشكلات المياه، فبيستعينوا يعني بطريقة كبيرة جدا بالمهندسين الكيميائيين في المؤسسات دي. ثالث حاجة شركات المرافق العامة، ومن أشهر الشركات دي طبعا الشركة القابضة للمياه. الشركة القابضة للمياه دي يعني مش محتاجة أقول لكم هي بتعتمد اعتماد كلي على مهندسين كيميائيين هناك. شركة القابضة للمياه بالمناسبة يعني بيشتغل تحتها وهي مسؤولة عن 26 شركة، كل الشركات دي طبعا بتعمل بجهد في محاولة تغذية 100 مليون فرد اللي موجودين في مصر. فطبعا الشركة القابضة للمياه قايمة على عدد كبير جدا جدا من المهندسين الكيميائيين. كمان في بعض الوزارات بتستعين بالهندسة الكيميائية وبالمهندسين الكيميائيين في هذا المجال زي وزارة الري ووزارة الموارد البيئية ووزارة جهاز شؤون البيئة. وفي بوينت كمان مهمة جدا بالنسبة لرجال الأعمال، احنا عارفين انه في عدد كبير جدا من شركات الووتر تريتمنت ويعني وشركات تحلية المية ومعالجة المية قايمة على مهندسين كيميائيين، بيجي رجل أعمال عنده رأس مال بيستغل فكر مهندس كيميائي أو حلول وضعها ليه مهندس كيميائي وبيقيم عليها شركة كاملة في وحدات معالجة المية. فده باختصار المؤسسات او معظم. طبعا احنا كمان كمهندسين كيميائيين بنعمل في مجال الووتر تريتمنت، ممكن نعمل في مراكز البحوث اللي بتحاول انها تقدم برضو طرق وتقنيات جديده وحديثه في المجال ده. فانا كده حاولت اغطي مع حضراتكم ايه هي المؤسسات اللي بتستعين بالمهندس الكيميائي وتستعين بالهندسه الكيميائيه لحل الازمات او لحل ازمه المياه في مصر.
آخر حاجة هتكلم فيها مع حضراتكم هي هدي يعني مثال كده بسيط على البروسيس أو يعني هي يعني بصراحة هو لسه البروسيس دي ما اتطبقتش بشكل عملي أو نزلت للسوق أو بيتم استخدامها حاليا في مصر. هي بس بروسيس أخذنا بيها بيتنت مع دكتور مصطفى الشافعي من جامعة زويل. البروسيس دي بتعتمد على استخدام الالكترومغنيتيك فورس في فصل السالتس او الاملاح عن الميه. البروسيس دي اسمها الهيدرومغنيتيك ديسالينيشن بروسيس، بتعتمد في السيبريشن على انها تفصل الاملاح من الميه في صوره ايونز، يعني بتعتمد في السيبريشن بتاعه السالتس من الميه على انها تخرج السالتس دي في صوره ايونز. الفكره كده لو بصينا على السيل هنا، هي السيل بتكون عبارة عن شامبر أو كونديوت. الكونديوت دي موجود عليها من فوق من تحت تو ماجنتس، نورث ماجنت وساوث ماجنت، بيبتدي يخش لي الفلويد أو بيخش لي الووتر أو السالتي ووتر للكونديوت دي. لما بيخش السالتي ووتر للشامبر دي أو للكونديوت دي، بتبتدي التو ماجنتس دي تأثر على الووتر اللي داخل بماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد ده بيأثر بماجنتيك فورس. اول ما الماجنتيك فورس ده بيأثر على المايه اللي فيها املاح او السالتي ووتر اللي داخله، بيبتدي يعمل لي عمليه سيبريشن للسالتس دي لتو ايونز. يعني مثلا لو انا المايه دي داخل معايا فيها NaCl، هيبتدي الماجنتيك فورس يأثر على المايه اللي موجود فيها ال NaCl ويديني بوزيتيف ايونز ونيجاتيف ايونز، يعني يديني Na بوزيتيف وCl نيجاتيف، تمام؟ فهلاقي انه الشامبر دي انا بخرج من او بتطلع لي 3 ستريمز، ستريم عباره عن مايه موجود فيه نيجاتيف ايونز، والتاني عباره عن مايه موجوده فيها بوزيتيف ايونز، والستريم الثالث بسميه الفلو اوت، هو عباره عن مايه مالحه لسه بس نسبه الملوحه فيها طبعا اقل، لان انا في كميه من الاملاح خلاص ابتديت ان انا عملت لها سيبريشن. الثلاث ستريمز دول باخدهم وبدخل بيهم على تو شامبرز. التو شامبرز دول عباره عن شامبر سي وشامبر بي. الشامبر بي بيروح ليها البوزيتيف ايونز اللي هي وليكن ال Na بوزيتيف، والشامبر سي بيروح ليها النيجاتيف ايونز اللي هي ال Cl نيجاتيف. طيب انا بقى كمهندس كيميائي مثلا دوري ايه لما بيجي حد يعرض عليا بروسيس زي دي ويقول لي انا في بروسيس جديده ابتديت او حابب ان انا اطبقها؟ اول حاجه بقول له ايه الفرق او ايه اللي هتضيفه البروسيس دي. فقال لي ان البروسيس دي يعني من ضمن الحاجات اللي بتوفرها او بتحققها ان هي احنا لو بصينا للعمليات التقليديه في معالجه المياه، هلاقي ان انا بستغل في عمليات معالجه المياه او طرق معالجه المياه كميه طاقه كبيره جدا، تمام؟ فالبروسيس دي الكويس فيها ان هي بتقلل لي الكوست اللي انا بستهلكها على الطاقه، لان هي قايمه هنا على الماجنتيك فورس. فدي اول ميزه من مميزات البروسيس دي. تاني حاجه مثلا في من ضمن العمليات الشهيره جدا في معالجه المياه عمليه الريفرس اسموزيس ميثود. الريفرس اسموزيس ميثود دي بس من يعني من اكتر المشكلات بتاعتها او من اكبر المشكلات فيها. المشكله بتواجهنا لما بنيجي نعمل لها صيانه، التكلفه اللي بتتصرف على الصيانه بتكون كبيره جدا، فبرضو البروسيس بتاعه الهيدرومغنيتيك ديسالينيشن بتوفر لي التكلفه اللي بتتصرف او بتتكلفها وحدات اللي قايمه على الريفرس اسموزيس ميثود. طيب انا بقى كمهندس كيميائي لما بتيجي تتعرض عليا بروسيس زي دي، بيتقال لي انا عايز البروسيس دي تتطبق بشكل عملي وابتدي احصل منها على فريش ووتر، وكمان احاول ان انا احقق بيها او اد فاليو ليها. طيب انا مثلا كباحث في مجال الووتر تريتمنت، ودي تعتبر جزء من رساله الدكتوراه بتاعتي، اللي انا عملته الفتره اللي فاتت او اللي انا بحاول اعمله او اي بقى مهندس كيميائي في الوضع ده بيحاول ان هو يبتدي يشوف ايه هي افضل طريقه يستخدمها او افضل بروسيس يستخدمها علشان خاطر يستغل التقنيه الجديده دي في ان هو يطلع فريش ووتر، وان هو ياد فاليو كمان للشغل بتاعه. فممكن بالاضافه للفريش ووتر اللي هو هينتجها يطلع برودكت، كيميكال برودكت يعرضه في السوق ويبيعه ويدخل بيه دخل زياده على انه بس بيطلع فريش ووتر. وده اللي عملته يعني مبدئيا بس في الشغل بتاعنا احنا بعد دراسه طبعا وقرايات كتيره، لقينا انه الالكتروداليسيس سيل من السيلز اللي ممكن نستخدمها في المجال ده، نستفيد من انه احنا بناخد الفيد اللي خارج من الهيدرومغنيتيك ديسالينيشن سيل ندخله على الالكتروداليسيس سيل، فاقدر ان انا اخرج فريش ووتر وكمان انتج NaOH وانتج HCl.
اللي احنا عملناه مبدئيا لو رجعنا تاني للكلام اللي كنت بقوله من شويه، ان المهندس الكيميائي من المهام بتاعته ان هو بيقدر يعمل سيميوليشن، يعمل ديزاين للحاجه اللي هو بيشتغل عليها او للسيل اللي هو يشتغل عليها، ويبتدي ان هو يعمل فاليديشن او يفاليديت الريزلت اللي بتطلع له من السيميوليشن مع الريزلت اللي هيطلعها بالشغل العملي. وده فعلا اللي عملناه كجزء اول في الشغل بتاعنا على بروسيس جديده زي دي. عملنا سيميوليشن باستخدام برنامج اسمه كونسول مالتي فيزكس، عملنا سيميوليشن للالكتروداياليسيس سيل وطلعت لنا ريزلت كويسه جدا. دخلنا بيها مؤتمر الانترناشنال كونفرنس فلويد دايناميك، كان لسه في شهر 4 اللي فات، واخد الحمد لله البيبر اخد في مركز اول، وهتبقى موجوده في الجورنال بتاع المؤتمر. قدرنا ان احنا نحقق ريزلت كويسه بيها، والمفروض ان الخطوه اللي جايه عامه هتكون انه انا اطبق الكلام ده بشكل عملي، وابتدي ان اعمل فاليديشن او فاليديت مع الماثيماتيكال موديل اللي احنا عملناه والشغل بتاع العملي اللي هيطلع من تطبيق السيل دي عمليا في المعامل في تويل ان شاء الله. طيب انا يا ريت اكون بسرعه حاولت اني اغطي ازمه المايه في مصر، حاولت ان انا اوضح لكم يعني دور المهندس الكيميائي في حل الازمه دي ازاي، بيعتمد علينا او كقسم هندسه كيميائيه او بيعتمد علينا كمهندسين كيميائيين ان هم يقدموا حلول للازمه دي في مصر. قدرت يا ريت اكون قدرت برضو اوضح لكم ايه هي المؤسسات اللي يعني بتستعين بينا او بنحاول ان احنا نقوم بالدور بتاعنا من خلالها. في النهاية بس أنا حابة أقول لو في حد عنده شغف بأنه هو يشتغل في المجال ده، هيكون مهم جدا أنه هو يقوي نفسه في الثيرموديناميك، هيكون مهم أنه هو يعني يهتم بيه. إحنا بناخد خلال دراستنا كورس في الووتر تريتمنت، مهم قوي أنه هو يحاول ينزل شركات زي شركة المياه القابضة للمياه، يشوف الكلام ده عملي. لو في حد حابب ان هو يشتغل في المجال ده، دي كلها حاجات هتفيده جدا. حاجه اخيره بس انا يعني عايزه اقدم كلمه للخريجين والطلبه بتوعنا. احنا المجال بتاعنا مهم جدا، المجال بتاعنا ليه يعني بيستفادوا بيه في مجالات كتيره جدا. ما تحاولوش ان انتوا يعني تفقدوا الامل ابدا، اشتغلوا على نفسكم دايما طول الوقت، اشتغلوا على نفسكم، حاولوا ان انتوا تشوفوا عندكم شغف بايه، لان احنا مجالنا واسع وكبير. حاول تعرف انت عندك شغف بايه من خلال دراستك، والشيء اللي انت تحس انك قادر تدي فيه وحابب قوي دراستك فيه، حاول ان انت تقوي نفسك في المجال ده علشان لما تتجه بعد كده لسوق العمل تقدر توازن ما بين دراستك وما بين ان انت حققته مع نفسك في شغلك على نفسك كمهندس كيميائي. وشكرا جدا، يا ريت اكون قدرت اوصل حاجه النهارده. طبعا في نهايه الملتقى هذا التوظيفي اود ان اشكر الساده جميعا الذي ساهموا معنا في هذا المؤتمر، اخص بالذكر السيد الاستاذ الدكتور محمد سيد عبد الغني الأستاذ الهندسة الكيميائية بهيئة المواد النووية، الدكتور أحمد أبو الحمد عبد النبي وهو الدكتور في المركز المتحد للبحوث النووية بموسكو، مدرس المساعد مهندس أحمد يونس البطريق هيئة المواد النووية والذي يتكلم عن إدارة المخلفات الصلبة، مدرس المساعد المهندس عمرو أحمد رسع طوية شركة أبو سعب للأسمدة والصناعات الكيماوية، والذي تكلم عن مستقبل الهندسه الكيميائيه في صناعه الاسمده، وهو يترأس في مجموعه من شركات حوالي اكثر من 22 مصنع في مجال الاسمده، تناول الجانب التوظيفي والمؤشرات والامكانيات لطالب الخريج الهندسه الكيميائيه والمؤهلات التي يجب ان يتنحى بها او يتعلمها او يعلمها للوقوف الى اخر المستجدات، لتعطيه فرصة أعظم في مستقبل الهندسة الكيميائية. المدرس المساعد هي محمد أحمد، والتي تناولت مستقبل الهندسة الكيميائية في مجال تحلية المياه والتغلب على الأزمات المالية المتوقع حدوثها بمصر. وقد اعتذر عن الحضور أستاذ دكتور سعيد صلاح النشائي الخبير الهندسي والأستاذ الكبير بكندا، كما أخص بالشكر الأستاذ الدكتور حسام إبراهيم الدسوي أستاذ الهندسة الكيميائية بالمعهد العالمي للشروق ووكيل المعهد، كما أخص بالشكر الأستاذة المساعدة دكتورة غادة أحمد أدري أستاذ الكيمياء العضوية، كما أخص بالذكر الدكتور هيثم أحمد عبد الصمد
الدكتور علي محمد علي، الدكتور مصطفى حسنين علي، الدكتور هبة علي عبد الجواد، الدكتور حازم بن داري وجميعهم جميعا، وكما خص كأي المعاونة أخرى، المهندسة رحاب بتولي، المهندسة ندى رجب، الهيئة الإدارية، مهندسة أسماء خالد، مهندسة آلاء عبد اللطيف، المهندسة كريمة، ولقد قامت ببذل الجهد المهندسة أسماء خالد والمهندسة آلاء بذل جهد متناهي في مجال الأونلاين ومساعدة الإخوة الزملاء في القسم بكل إمكانياتهم. فأشكركم جميعا، وفقنا الله لما فيه الخير لمعادنا وللمعهد جميعا. وأخص بالشكر على أختمها بالسادة الهيئة الإدارية، الهيئة الإدارية، الهيئة الإدارية بالنسبة لنا، وهي الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحيم، كما نخص كمان أستاذ نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور جودة غانم، الآخر اللي كان الدكتور معتز محمود طلبة، الأستاذ الدكتور وكيل المعهد، لما يتيحون لنا هذه الإدارة من فرصة إلى المساعدة التغلب على أي مشاكل وأي صعاب. وأشكركم وجزاكم الله عنا خير. أخص بالشكر المهندس محمد عاشور من الإمارات، شركة جي اس سي من الإمارات، جي اس سي اي ستيل من الإمارات. أشكركم جميعا، أشكركم، جزاكم الله خيرا، وفقكم الله إلى ما فيه الخير لأمتنا الحبيبة. نود أن نوجه جزيل الشكر للسادة ممثلي الشركات المشاركة من كافة التخصصات الهندسية في المنطقة، ونخص بالشكر الشركات المتخصصة في المجالات التالية في مجال الهندسة المدنية: الدكتور أحمد سيف الدين عضو مجلس إدارة شركة وادي النيل، المهندس إيهاب مهاود العضو المنتدب عن شركة الشرق الأوسط شركة أوراسكوم، المهندس محمد خليفة نائب رئيس مجلس الإدارة بيت المعماري المقاولات، المهندس أحمد المصري إي جي آي إس جروب سعودي عربية، المهندس هشام عبد العزيز مدير قطاع المواقع والإشراف على التنفيذ سابقا بشركة صابور المقاولات، المهندس أحمد مجدي عضو مجلس إدارة شركة إي إم إي المقاولات، الدكتور معتز أحمد خالد والمهندس محمد حرب أبو الدهب ناشونال أويل كومباني، المهندس أنس العدل قطاع التنفيذ شركة المقاول العربي السعودية، المهندس أحمد صفت شركة بارسونز، المهندس عمرو نعيم الكاشف الشركة القطرية للإنشاءات بقطر. كان نود أن نوجه جزيل الشكر أيضا للشركات المشاركين من الشركات المتخصصة في مجال الهندسة هندسة القوة، وهم المهندس شادي صلاح شركة إديفيت شنايدر إلكتريك، مهندس محمد ثروت شركة شنايدر إلكتريك، مهندس أحمد بشير شنايدر إلكتريك، مهندس محمد عبد العزيز شركة سيمنز، مهندس أحمد رضا شركة ثري براذرز، المهندس عمر هشام شركة مدكور، المهندس رنا ياسين شركة إي سي جي. كذلك نود أن نوجه جزيل الشكر أيضا للمشاركين من الشركات المتخصصة في مجال الهندسة المعمارية: أستاذ دكتور محمد عبد الباقي إبراهيم رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، مهندس شريف حمدي مدير المعهد التكنولوجي لهندسة وإدارة التشييد شركة المقاولون العرب، المهندسة وئام حامد من شركة ديوفيت إي سي جي، مهندس محمد إمام إي سي جي، مهندسة بسنت سلامة جاما كونستراكشن كومباني، المهندسة آية عبد الحميد أوراسكوم كومباني، مهندس محمد جاد شركة محمد طلعت أركيتكتس إم تي إيه، مهندسة أسماء طاهر شركة الخطيب وعالمي، مهندس محمود رمضان شركة الشعفار إي إس جي سي. كذلك نود أن نوجه جزيل الشكر من الشركات للمشاركين من الشركات المتخصصة في مجال الهندسة الاتصالات والحاسبات: المهندس وسيم حسام عيسى وكالة الفضاء المصرية، المهندس أحمد محمد عطية الشركة المصرية للاتصالات، المهندس عمرو المصري شركة مايكروسوفت، المهندسة لمياء الشرباسي شركة نيو هوريزون، المهندس خالد مصلحي شركة سمارت انتجريتورز. كما نود أن نوجه أيضا جزيل الشكر الشركات المشاركين من الشركات المتخصصة في مجال الهندسة الطبية: المهندس أحمد فراج المجموعة المصرية، المهندس أحمد حسنين شركة سيمنز، الدكتور حسن محمد السيد شركة آي بي للصناعات التكنولوجية، المهندس محمود عادل شركة نيوتراك، المهندسة عبير نبيل شركة جلوبال تكنولوجي، المهندس مؤمن إسماعيل شركة أرفا ألفا ديناجنوستيك، المهندس أحمد غريب شركة الشركة العالمية لينك. كما نود أن نوجه جزيل الشكر للمشاركين من الشركات المتخصصة في مجال الهندسة الكيميائية: أستاذ دكتور صلاح سعيد صلاح النشائي خبير هندسي بكندا، أستاذ دكتور محمد سيد عبد الغني هيئة المواد النووية، دكتور أحمد عبد أبو الحمد عبد النبي حسن مهندس باحث بالجامعة الوطنية للبحوث النووية بموسكو،
المدرس المساعد يونس البطريق هيئة المواد النووية، المدرس المساعد عمرو أحمد رزق عطوية شركة أبو زعب الأسمدة، المدرس المساعد هيا محمد محمد السيد باحث مساعد جامعة زويل. كما أخص بالشكر إدارة الأكاديمية ممثلة في كل من السيد اللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس الأكاديمية، السيد الأستاذ الدكتور جودة غانم نائب رئيس الأكاديمية، السيد الأستاذ الدكتور معتز محمود طلبة عميد المعهد العالي للهندسة، السيد الأستاذ الدكتور حسام دسوقي وكيل المعهد العالي للهندسة على تقديمهما كل الدعم، كل أنواع الدعم لوحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة حتى نجحت في تنظيم هذا الحدث الكبير. وأشكر سادة الزملاء رؤساء الأقسام على تعاونهم المثمر في تنظيم هذا الملتقى، وهم الأستاذ الدكتور ياسر الساعي رئيس قسم الهندسة المدنية، الأستاذ الدكتور أبو الفتوح رئيس قسم هندسة القوى، الأستاذ الدكتور صلاح العجوز رئيس قسم هندسة الاتصالات والحاسبات، الأستاذ الدكتور أحمد البيه رئيس قسم هندسة الطبية، الأستاذ الدكتور حسن بركات رئيس قسم هندسة الكيميائية. وأتوجه بخالص الشكر للسادة أعضاء هيئة وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة على تفانيهم وتعاونهم وإصرارهم على العمل بيد واحدة حتى تمكننا من إنجاز هذا الحدث الفريد. كما أخص بالشكر السادة معاوني أعضاء هيئة التدريس دينامو المعهد الذين لم يتوانوا عن بذل الجهد في سبيل إنجاح هذا الملتقى وعملوا بمنتهى الحرفية والمهنية التي تميز بها أعضاء الهيئة المعاونة من خريجي المعهد. وأخص بالذكر كل من المدرس المساعد مايكل زكريا قسم الهندسة المعمارية، المهندس مصطفى مجدي قسم الهندسة المعمارية، المهندس فادي نبيل قسم الهندسة المعمارية. كان وجه جزيل الشكر لخريجين المعهد دفعة 2008 الذين شاركوا في الإعداد والتنظيم لهذا الملتقى، وهم المهندس إسلام سنوسي خريج قسم الهندسة المعمارية، المهندس محمد حسام خريج قسم الهندسة المعمارية دفعة 2008. وختاما أدعو الله أن يكون قد وفقنا لما فيه الخير لأبنائنا الطلاب والخريجين، ونكون قد ساهمنا في خدمة المجتمع وتنمية البيئة. السلام عليكم ورحمة الله.